خير واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من انتحار. سهرتنا الليله هيكون معانا فنان كبير كبير كبير، قدم مجموعه عظيمه ومتميزه من الادوار اللي بتتميز بخفه ظله في العديد من تلك الادوار الكوميديه، فهو كلمه السر الذي يساهم في نجاح اي عمل فني يشارك به. ربما لم يحالفه الحظ ليكون فتى الشاشه الاول، ولكنه بادواره الناجحه والمتميزه وبفنه الراقي ولمساته السحريه استطاع ان يكون واحدا من كبار الفنانين اللي قدموا كثير من الاعمال للسينما والتلفزيون والمسرح، كوميديه وغير كوميديه. ومن ينسى دوره العظيم في فيلم ناجي العالي؟ من اللي ينسى ادواره في حديث الصباح والمساء؟ من اللي ينسى ادوار الفنان الكبير محمود الجندي اللي هيبقى ضيف سهرتنا الليله؟ بعد الفنان محمود الجندي هيبقى معانا واحد من اسماء نجوم الشباب المهمين جدا جدا اللي كلنا حبيناهم وفرحناهم، ابتدى باعلان كسر الدنيا، مش عايز اقوله عشان ما يحسبوش علينا اعلان، لكن السنه اللي فاتت كان دور عرنوس في السبع وصايا كان رائع. معانا وليد فواز من اسماء نجوم الشباب اللي قدم مجموعه مختلفه متميزه من الادوار اثرت في الجمهور. طبعا زي ما قلت دور احمد عرنوس في مسلسل السبع وصايا كان بيمثل محطه فنيه مهمه جدا في مشوار وليد، لكن يبدو ان عام 2015 ان شاء الله هيكون في مزيد من اللحظات والمحطات الفنيه المهمه له. سيكون هذا العام بدايه فنيه جديده مختلفه تنبئ بميلاد نجم جديد قادم. مع وليد فواز هنتكلم عن مشاريعه الفنيه الجديده، دوره، بيحلم بايه، فيلم ريجاتا الجديد اللي لسه هنشوفه في السينما قريبا جدا. امبارح كان اللقاء مع مجموعه من الشباب اللي حصلوا على جوائز ساويرس الثقافيه في مجال الروايه، القصه، النقد، السيناريو. الحقيقه كان حوار ممتع وثري، وثري حتى بالنسبه لي، وانا حسيت ان الشباب ده بيضيف ليا وبيضيف للناس ابداع وفن وايضا طاقه ايجابيه. تشير ان في هذا البلد كثير من الموهوبين والمبدعين الشباب، بس كل اللي محتاجينه فرصه يطلعوا ويقولوا ويعبروا عن نفسهم وعن مواهبهم استكمالا لدورنا في انتحر. وزي ما وعدناكم اننا هنقدم كل الموهوبين من الشباب المبدع في كل المجالات. الليله دي في هذا البرنامج هيكون لنا لقاء مع مجموعه اخرى من شباب الموهوبين في فن الحكي والكتابه. هيكون لنا لقاء مع ابطال عرض حكي بينج بونج، وهم الشباب رانيا زهره، عمر سامح، احمد سعد، وهيشرفنا معاهم الكاتبه والروائيه الدكتوره سحر الموجي المشرفه على ورشه سشت للكتابه الادبيه التي تشرف عليها منذ عام 2012 في مؤسسه دوم للثقافه. مؤخرا كان هناك جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وقعة جلد الناشط السعودي رائف بدوي. في نفس الوقت كان موضوع شارلي أبيدو وما تعرضت له من هجوم إرهابي ما زال مثار جدل ونقاش على نفس هذه المواقع. مع الكاتبة والإعلامية السعودية غادة عبود هنتكلم عن تفاصيل وأسباب ما حدث لرائف ورد رد فعل المجتمع الدولي على ما حدث، وما هو دور الإعلام العربي في تقديم صورة وخطاب إعلامي مختلف نحارب به التطرف والإرهاب. اسمحوا لنا قبل ما نخرج فاصل تعالوا نشوف تقرير عن حفل توقيع كتاب أثر النبي اللي صدفنا فيه هنا الكاتب عمر طاهر. فاصل وانت حر، استنونا بعد الفاصل. إذا كان عمر طاهر حالة استثنائية في الكتابة، فأعتقد إن الكتاب اللي إحنا بنحتفي بيه النهاردة هو حالة استثنائية عند عمر طاهر لعدة أسباب. السبب الأولاني لأنه أولاً اسمه أثر النبي وبيتكلم عن أهل بيت النبي. الحاجة الثانية إن هذا الكتاب أرباحه
هتروح لبنك الطعام. عمر طاهر بيتكلم بلساني كتير، طريقته في الحكي، طريقته في الكلام، طريقته في الكتابة مختلف. انا كمان بحب الناس الكرياتيف شوية، او الناس اللي عندها خيال. يعني انا بحس ان هو خيال بيقعد كده، واحد قاعد انت تتخيل وانت بتقرا له، انت جبت الكلام ده وانت عامل ازاي وانت قاعد ازاي، فمش بس انت بتقرا كلام يعجبك او كده، لا، عايز تتخيل حاله الكاتب ان هو بيعمل ده ازاي. كتاب اثر النبي انا شايفه ان عمر ابدع فيه جدا. حط يعني بدا من مكان ما حدش تطرق له كتير، اللي هو الحب اللي احنا محتاجينه قوي دلوقتي. محتاجين ازاي نعرف ان الاسلام كان حلو قوي والناس كانت تحب بعض عادي جدا، وكان بيبقى بينهم علاقات انسانيه رائعه. ومش معنى كده ان انا مسلم ان انا اكون قاسي، او ان انا ما بعترفش بالحب في حياتي، لا العكس، الحب كان موجود من ايام الاسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب زوجاته جدا، وكان بيكرمهم، وكان بيعامل بناته كويس قوي. فاحنا محتاجين الفكره دي عن الاسلام دلوقتي. الشباب كلهم بيستنوا كتاب جديد لعمر طاهر، يعني ايا كان نوع القالب اللي هو بيعزف عليه، لان مثلا في الالبوم مثلا هو من اختراعه على سبيل المثال، لان قصص قصيره، لان النهارده بياخد القصص الدينيه بيعملها في قالب قصصي بسيط جدا، وهو كمان حيادي قوي عشان ما يعشق محظورات سواء في استخدام الجمله في غيره. فهو نوعه وتجربته، وهو سمت فريد جدا من الكتاب المحبوبين. يعني الكتاب ما يعتبرش كتاب في الدين، يعني بس عايز اكد على ده انه ده مش كتاب في الدين، ومش كتاب في السيره، لا، هو كتاب قصص قصيره من وحي السيره. يعني اشتغلت على السيره النبويه، طلعت منها القصص الانسانيه، واتحكت في شكل قصه موديل 2015. طول الوقت بشتغل وبعمل اللي اقدر اعمله في ايدي، والنجاح والقبول والترقي الناس ده موضوع يعني بيختلف من مره لمره. نفسي يبقى في جورنال ساخر يومي وينافس بقوة الجرايد اللي في السوق، التحرير والمصر اليوم والوطن، بيشتغل على المطروح طول الوقت بأسلوب ساخر، من أول الحوادث للسياسة للجريمة للرياضة للفن، لمعالجة ساخرة. تجربة ليها شكل في دماغي، بس محتاجة حد عنده حماس وحد يعني قلبه جريء وشجاع يستحمل ان يبقى في تجربة زي كده من اولها لاخرها، من باب للباب، يعني قايمة على السخرية والمناقشة، ودي حاجة مش اي حد برضو بيعرف يستحملها اليومين دول. يعني ما جاتش من فراغ، كنا في بروفا لما لقيت المخرج بيقول لما حد فيكم يعني يا جماعة كتب نص إغراء، ده العرض كده هيبقى ناشف جدا، وضحكنا بقى وكده. المخرج طبعا كان بيهزر، بس يومها وانا مروحة البيت بعد البروفا الفكرة شعشعت في نفوخي. هدف مؤسسة دوم للثقافة الرئيسي هو إتاحة المعرفة وإتاحة الثقافة بشكل عام. فن الحكي من ضمن الفنون اللي بيحقق ده. احنا اصلا بدأنا كورشة كتابة ابداعية، اللي هي ورشة ساشت مع دكتور سحر الموجي. هي يعني احنا كنا كذا مجموعة للورش، وبعد كده الموضوع تطور ان احنا قررنا ان احنا نعمل عروض نحكي فيها قصص احنا كتبناها. فكرة الحكاية او الستوري تيلينج هي فكرة قديمة جدا، احنا كلنا متربيين على الحدوتة اللي بتتحكي وانت صغيرة، المدرس اللي بيحب يوصلك المعلومة بشكل ابسط فبيحكيها بشكل حدوتة، فكلنا بشكل او باخر مرتبطين بفكرة الحكاية. يعني حتى على الجدران المصرية القديمة في حكايات. فن الحكي مختلف شوية حتى في الكتابة بتاعت القصص، لان المستمع انت لازم ما تطوليش قوي في اجزاء معينة، وما يبقاش فيه التشبيهات الكتيرة قوي عشان المتلقي ما يسرحش منك او يبدا ان هو يروح تركيزه عنك. مش بسهوله قوي ان دلوقتي ان حد يقرا كتاب او كده، بس الحكي ان انت بتقدمي الحاجه اللي انت عايزاها بشكل بسيط قوي وبطريقه تقدر توصل للناس. هي معظم القصص اللي احنا شاركنا بيها في العرض معظمها قصص حقيقيه عشناها، يعني فبس ان احنا نكتبها بطريقه تصلح للحكي وبطريقه ادبيه. فهو ده يعني القصه اللي انا حكيتها، ده حد كان زميلي في الشغل وانا كتبت القصه دي يعني من انفعال حقيقي. يعني قولي لي بقى، بتطبخي ولا بتجيبوا اكل جاهز كل يوم؟ يعني ساعات يا طنط بحب اطبخ حاجات جديده، وساعات بناكل عايزاكي ست بيت واعيه.
وبعدين الاكل من بره عايز له ميزانيه لوحدها، وانتوا لسه في اول جوازكم يعني محتاجين القرش على القرش. خليكي شاطره كده واعرفي تمسكي المصروف. العرض تحفه يعني، حسن انا ضحكت وعيطت وابتسمت ورحت معاهم يعني انا اي لاف ات الصراحه. العرض جميل جدا يعني، انا اول مره بصراحه يعني حاجه كان الواحد بيسمع راديو، هم مهتمين جدا بالصوت وبيقولوا بيوصلوا الفكرة والقصة بطريقة كويسة جدا. انا شايفة ان فن الحكي مش بس حاجة كانت موجودة زمان يعني زي ما بيقولوا ان هي حاجة قديمة، لا هي حاجة تلقائية بتحصل كل يوم وهتفضل على طول مستمرة معانا يعني. جميل يعني، احنا كنا قاعدين حاسين ان احنا شلة صحاب قاعدة مع بعض يعني، الناس اصحابنا عمالين بيحكوا مواقف لذيذة مكتوبة بشكل حلو، متدربين عليها كويس حافظينها. اكتر حاجة عجبتني فيه ان هم في الاخر طبعا كلهم عارفين قصص بعض قوي، فبيقولوا انسايتس او يعني حاجات من جوه قصص بعض بيتريقوا بيها على بعض، فدخلونا في القصص فكرونا بيها تاني. اكتر حاجة عجبتني هي الفينال بتاع الموضوع يعني. المشاعر مهما حاولت امسك فيها بتتبخر، وانا مش فاضلي منها دلوقتي غير ابتسامة بسيطة تترسم على وشي لما بفتكر لحظة الجنون اللي جمعتنا. رحبوا معايا بالدكتورة الأديبة الساحرة، أنا بحبها جدا، بحب مقالاتها وبحب رواياتها وبحب كل حاجه بتعملها، الدكتوره سحر الموجي. اهلا وسهلا دكتوره. اهلا بيك استاذ مأمون. معانا طبعا الجميله المبتسمه دائما رانيا زهره، اهلا وسهلا. معانا احمد سعد، معانا عمر على اسم ابني عمر سالم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. دكتوره قولي لي فكره البينج بونج، يعني فكره يعني هم بيحكوا بس البينج بونج يعني هات وخد، فهم بيحكوا بس الناس ما بتردش، ايه بقى تسميه بينج بونج دي جايه من ايه؟ هو يعني بعد ما اخترنا قصص العرض وابتدينا يعني يبقى في تصور العرض شكله ايه، انا لقيت ان القصص بترد على بعضها يعني. البينج بونج بين اللي بيحكوا. القصص نفسها حالات مختلفة، حزن، انكسار، فرحة، بهجة، رقص، اغراء. تمام، كل حاجة في اغراء. كافة شيء. الحمد لله. كافة شيء حضرتك. بس بطمن عشان كله موجود. تمام. فكان في فكرة البينج بونج ما بين القصص، وبعدين عمر بيقرا بيحكي نص هو كاتبه. ممكن هو يكلمنا اكتر عنه، عن قسوه الحياه وكره البينج بونج المجنونه اللي بتبقى في دماغه. أوكي. بتردد طول الوقت ان الحياه قاسيه جدا. وبالرغم من كده هو ممتن. ممتن للحياه، ممتن للمقاومه واللي بيقاومه. تمام، واحنا ممتنين جدا يعني لولا هذه المقاومه ما كناش قعدنا هنا. بالظبط، حقيقي. تمام رانيا، قولي لي اولا انت الاول كتبتي القصه بتاعتك كقصه عاديه، ما كانش في ذهنك انها هتتقال، انت بتكتبيها كتاب عاديه زي القصص القصيره، ولا انت في ذهنك وانت بتكتبي ان هي هتيجي تقوليها بعد كده او تحكيها؟ لا، احنا في الاول بنبقى بنكتب عادي قصص عاديه، وبعد كده لما حاجه بتكون هتتحكي بنبتدي نشوف يعني بنجرب نحكيها ونشوف لو هنحتاج نعدل فيها حاجات يعني. طب انا عايز افهم المشروع من البدايه بقى، معلش انا اسف لان انا فاهم. هل انتوا شفتوا ولاد موهوبين في الكتابه ثم قررتوا يبقى في حكي، ولا ازاي بدا، ازاي الفكره بدات ازاي؟ هو من 2012 ورشه ساشت بتتم في مؤسسه دوم. تمام. مجموعات متتاليه بتخلص الورشه، ما بيمشوش بيقعدوا. فضمينا على بعض ورش تعليم كتابه. انا ما بشوفش الكتابه من الممكن تعلمها، بس هي اشتغال على صنعه الكتابه يعني، هم بالفعل كتاب. تمام. لكن بنشتغل على التكنيك الكتابه. طبعا انا ده اللي اقصده يعني، هو عديم الموهبه مش هينفع، مش هيتعلم اي حاجه. هم اوريدي بيكتبوا، لكن بيبقى في نوع من انواع التيسير من جانبي. تمام. للورشه بنصوص معينه بنشتغل عليها، موضوعات معينه بنشتغل عليها، تمارين كتابه طول الوقت. فكره تمارين الكتابه مهمه قوي في الورشه. تمام. ان في تمارين كتابه تراكات منتظمه كده، فاحنا طول الوقت بنمتن. ما تسالنيش بنمتن بايه خالص. احنا ممكن بتقولي تمارين كتابه طول الوقت، انا امتن نجيب محفوظ اللي كان بيكتب كل يوم لمده 60 سنه. طبعا. وعمري انا عمري ما عرفت اعمل زيه اطلاقا. ولا حد. فشلت فشل ذريع. انا امتن ليه؟ لان دي فكره انك كل يوم تقعد
تكتب، مش مهم بعد كده هتنشر ايه من اللي بتكتبه. دي فكره، هو فكره الامتنان هي يعني موقف فلسفي من الحياه، فاحنا قادرين في وسط كل ده نلاقي اسباب نمتن لها. ففي تمارين كتابه منتظمه، ابتدى يبقى في ارشيف للورشه. وفي رمضان اللي فات دوم فكرت انه المجموعه دي احنا عايزين نطلع نحكي للجمهور حكايات هذه الامتنانات. كويس قوي. فبالفعل عملنا امسيات حكي في دوم. ودوم هي مؤسسه ثقافيه اصلا طبعاً. مهمتها هي التفكير النقدي، يعني اثاره زوابع التفكير النقدي في مجتمع طول الوقت احنا بنتلقى، ما بنفكرش، ما بنسالش، كسر المسلمات والتابوهات اللي احنا طول الوقت متعودين عليها وبنخاف نقرب منها. فالنقد ان انت بتكسر هذه التابوهات، يعني الناس دي بتفكر بمنطق مختلف، يعني على الاقل نتساءل. تمام. وبعد كده الحكي اللي هو كان لسه في البدايه خالص، المجموعه ما كانش لسه بقى عندها مهارات حكي، كانوا لسه بيقروا من ورق. تمام. في الاربع شهور الاخيره كان في ورشه تدريب حكي مكثفه. كويس. نتج عنها عرض بينج بونج، ان هم كانوا مش بس قادرين يقولوا الحكايه بدون قراءتها، لكن باداء وبالصوت وباستخدام جسمهم وعينيهم، يعني كل ادوات الحكاء. طب انا هشرح لك تجربه حصلت لي انا وانا في ثانوي، بس بعد مثلا الاخوان دول، عن اول واحد سمعته بيحكي قصه وحافظها صم، الله يرحمه محمد مستجاب. هحكي لك التجربه. يعني قول لي يا استاذ عمر اللي بتضايق من الحياه، انت لسه بدات شفت حاجه في الحياه؟ عشان مش كده مش فاهم محبط من ايه يا استاذ عمر؟ لا هو مش محبط، هو كان ممتن. كنت ممتن. البدايه النص اوله امتنان واخره امتنان، عشان ما حدش يزعل. بس كده خلاص. قول لي بقى، قول لي القصه اللي انت حكيتها بتتكلم عن ايه؟ لا بص حضرتك، هو النص عباره عن فعلا موقف، يعني ما فيهوش، مش حكايه، ما فيهاش تفاصيل حكايه، لكن انا بطرح وجهه نظري انا للتوازن اللي انا شايفه لازم نشوف بيه الحياة. انه انا ما ينفعش ابدا، لو انا شايف الحياة فيها امور صعبة وفيها مشاكل، وفيها مش بس مشاكل، فيها تهميش للانسان، ما ينفعش انكر ده. لو انا انكرت ده وقلت كل حاجة جميلة والحياة وردي والعصافير بتغني والكلام ده، انا بخدع نفسي قبل ما اخدع الناس. فلازم اشوف الواقع زي ما هو، لكن اقاومه. تمام. يعني لا انكره ولا استسلمه. تهميش للانسان عموما ولا لاي ولا الانسان. اصل امبارح كان عندي مجموعه من الشباب في كده مصرين ان هناك تهميش للانسان المصري الموجود في المحافظات البعيده. بشكل فعلا لا انا ما اقصدش، ما اقصدش خالص من وجهه نظر اجتماعيه. تمام. اقصد تهميش لقيمه الانسان لما انه من حيث ادواته في التعبير، يعني ان حد يسمعه، ان حد يفهمه، ان حد يشاركه تجربته. تمام. ان حد يدرك معاناته، او مش معاناته، هو يدرك حتى رغبته في ان هو يعبر عن الاخرين. تمام. يعني انا بتكلم بشكل انساني وليس بشكل ده له علاقه بالمجتمع المصري ولا لا لا لا، اتكلم انسانيا بشكل عام. ما كانش في ذهني الحقيقه خالص. تمام. ناس تصوروا النص له اسقاطات وابعاد، لكن انا بتكلم في يعني بشكل المطلق، يعني المطلق المطلق. على اساس ان يعني المجتمعات اللي زي مجتمعاتنا اللي بنعتبرها مجتمعات شويه ديكتاتوريه وحاجات كده، بيبقى فيها الانسان معمش اكتر من المجتمعات زي ثلاث شويات مع بعض الامتنان. بالظبط. لابد من الامتنان. مع بعض الامتنان. احمد قول لي حدوتك بتتكلم عن ايه؟ انا شاركت في العرض بحكايتين، حكايه كاتبها زميل شريف الهراوي، والحكايه الثانيه انا اللي كنت كاتبها. حدوته بتاعت شريف بتتكلم عن سوء تفاهم، هي اسمها سوء تفاهم، وكان هو بيتناول فيها ازاي الانسان تحت ضغط الحياه بيقع تحت هلاوس او امراض نفسيه، او بيشوف الدنيا بمنظوره الخاص. يعني النص بتاعي كنت بشتغل فيه على تساؤلات للتلاميذ في سن صغيره. تمام. وازاي المجتمع بيفرض عليهم رؤيته وهو مش فاهم انتوا بتعملوا معايا ليه كده. تمام. طب دكتوره، هل هم بيحفظوا نص يعني اللي هي كاتباه بتقول بالظبط زي اللي مكتوب، ولا بيبقى عندها حريه التصرف في الفاظ؟ لا طبعا، هو سواء الحكاء بيحكي النص بتاعه او بيحكي نص الزميل ليه من الورشه، هو ليه حريه ان هو يتحرك براحته، انه يغير جمله، يغير كلمه. في النهايه مفيش مشكله، المهم هو مرتاح ازاي هو بيحكي. انا اول مره اشوف الروايه العظيم محمد مستجاب كنت في ثانوي،
وكنت عامل كنت عامل فيها فتك يعني، وعندي الورشه يعني بيت ثقافي وحاجه كده يعني، استغليت ان اهلي مسافرين وجبت ناس منهم احمد سويلم من الشعر كان لسه طالع، محمد مستجاب، وحكى قصه عن تجربه السد العالي، عمال قرروا يشتروا خروف او حاجه بمناسبه العيد، وازاي ابتدى يومين عمرو، عارفه اداره عموم الزير بتاعت يحيى حقي، نفس المنطق كده. اول مره اشوف واحد بيحكي حكاء ممتاز طبعا، موتنا من الضحك اولا طبعا، واول مره اشوف واحد حافظ قصه مثلا 40 صفحه. واو، فدي حاجه يعني كانت اول مره اشوفها. وهل ده دكتوره له علاقه بالرجوع للتراث بتاعنا بتاع زيد ابو زيد الهلالي سلامه، والزير سالم اللي كان الشعر الشعبي بيقعد والناس تقعد تستمع له بديل عن التلفزيون، هل ده نفس المنطق؟ هو مش بمنطق الحكي التراثي اطلاقا. احنا ما بنعملش حكي تراثي، احنا بنعمل حكي الحكي. فكره الحكي يعني هو من اقدم الفنون، يعني اذا كانت الموسيقى هي اقدم الفنون فممكن الحكي يجي بعدها وقبل الكتابه بالتاكيد. احنا كبشر طول الوقت بنحكي طبعا، وبننقل خبراتنا لبعض، وبنرغي جامد جدا، وبنرغي جامد جدا والرغي كتير مش حكي كويس على فكره. طبعا ده اكيد الحكاء الكويس هو اللي بيعرف يعفق الحكايه صح. ما تفلتش وامتى يقف بالظبط، وامتى يقف، وامتى يشد الناس، وامتى يعلقهم. فاحنا بنمارس الحكي طول الوقت، بس عشان كاتب هي تميز المجموعه بتاعت ساشت في دوم انه هم اصلا كتاب. فهما طول الوقت، ويمكن هما يقدروا يتكلموا عن ده اكتر، بيقيسوا المسافه ما بين النص المكتوب والنص المحكي. تمام. وهما في الرحله ما بين النص المكتوب والمحكي، ايه التغيرات اللي بتحصل لهم كبشر من ناحيه وككتاب، يعني هل هما هيشوفوا الكتابه بشكل مختلف بعد كده؟ القدره على التقاط التفاصيل، على انك تعفق خيط الدراما، او هل الحكايه نفسها بعد ما تحكيها تقرر ترجع تعيد كتابتها بشكل مختلف؟ طب تعالوا نشوف رانيا حكت ازاي، هنجيبها نشوفها دلوقتي، احنا هنعمل فيك عمايل اسمعك دلوقتي، هتقولنا رانيا وهي بتحكي يا جماعه. من غير مقدمات، عشان انت عارف انا بقالي قد ايه مش عارفه اكتب لك، ما كنتش عارفه انا عايزه اقول لك ايه، وما كنتش واثقه انك هتسمعني. طبعا انت فاكرني بكتب لك اعتذر، عشان يعني شايفني كل ما بتيجي سيرتك بنهار، بس الحقيقة اني غضبانة قوي. مستغرب؟ طب كنت متوقع مني ايه قدام كل القسوة دي؟ انا بنكرش ان انا غلطت، بس انا كنت فاكرة انك فاهمني، كنت فاكرة لما اقولك اني خلاص جاية هتستناني يوم كمان كم ساعة. جبت منين كل القسوة دي وانت اللي طول عمرك ابن نكتة؟ وبعد كل طول غياب كانت كلمة مني على نكتتين يروقوك ونفضل نكركع للصبح. كل طيبتك وحنيتك وخفة دمك دول ما قدرتش تستنى بس يوم؟ قلت لك هخلص شغل واجي، وفعلا المره دي كنت جاي. يوم واحد فرق معاك قوي يعني؟ ايه كنت حاجز طيران؟ بص بقى الجد مش لاقي عليكي، بتقول ضروري تحكي حكايه فيها ضحك. في حكايه فيها ضحك والله، مش كده كده في الاخر حكايه فيها ضحك. انتوا اخترتوا الحكايه اللي فيهاش ضحك يا جماعه، لقوا الحاجات اللي فيها ضحك. في اتنين عكس بعض. طب انا عايز اسال سؤال، هو الكتابه انت بتكتب اصلا بالعاميه ولا بتكتب باللغه العربيه الفصحى؟ وممكن تحكي كده وتحكي كده، ولا لازم تحكي بالعاميه؟ لا عشان كانك بتكلم الناس يعني. انا الحقيقه رحلتي يعني تقدر تسميها القصيره جدا مع الكتابه كانت شعر عامي. يعني انت بتكتب شعر عامي؟ بكتب شعر عامي، وما زلت انا يعني. انا فاكر لحسيبك. لا احنا عشان كده طبعا. لا طبعا. فالكتابه العاميه كانت عندي في الشعر. تمام. لكن لما ابتديت اكتب سرد او نثر كان هدفي ان انا اجرب كتابه بالفصحى. كويس. جينا بعد كده في تجربه الحكي لقينا اللي انسب ان احنا نكتب باللغه اللي عشان عايزين نكسر الحاجز اللي بيننا وبين الناس، نتكلم بلغه الناس مباشره. فلقيت ان ما عنديش مشكله خالص ان انا اكتب بالعاميه، بس عاميه فيها يعني فيها درجه من الشغل، بحيث
تبقى يعني مش عامل مبتذله يعني في ايقاع يعني بالظبط. طب خلينا هنشوف حكيت ازاي بس انا مش هفوتك هتقول شعر. نقول شعر بس هنشوف الاول حكيت ازاي. هتقول مع عمر يا جماعه من قبل ما تفتكر اني هبدا وصله شكوى من حاجه او من حد بطمنك ان مش ده الموضوع. الموضوع ابسط او اعقد من كده، مش عن مشكلات او تفصيلات الحياه وانما عن الحياه نفسها بكامل طاقتها وامتدادها وانعكاساتها. مش بكلمك عن عزف منفرد لآلة وإنما عن أوركسترا الحياة المحترم الكامل المتكامل. أوركسترا يحتوي على كل حاجة من آلات الإيقاع، ومفيش أوركسترا يخلو من كمان، وأهم حاجة آلات النفخ. تأكد بعد شوية الصدق اللي جواك هيكافئك، واحتياج السعادة اللي في قلبك مش هيسيبك زعلان. هتلاقي ناس زيك مؤمنين ان الرسم على الصخر يستحق المعاناة، وسماع الغنى يستحق المداومة، وطرح الشجر يستحق الصبر. باختصار الحياة تستحق المقاومة، والمقاومة وكل المؤمنين بيها يستحقوا اكبر امتنان في الدنيا. طبعا واضح ان انت شاعر لان انت بتقول شعر مش مقفى بس، لكن هو شعر في بحور الشعر مفيش حاجه مكسوره مفيش حاجه. فواضح ان انت هنا غصب عنك الشعر واخدك كانك بتحكي قصيده نثر من غير قافيه. تمام صح كده. بص حاجه انا يعني ده طبعا لو انا استسلمت له هيبقى عيب من عيوب الكتابه، لان انا لان لازم الشعر حاجه تانية، فانا بحاول اقاوم ده. انا عارف انا بحاول اقاوم، بس هي مشكله على فكره. طبعا محتاجه مقاومه. انت غصب عنك بتاخد الايقاع اللي مش عايزه يبقى مكسور طول الوقت غصب عنك كشاعر يعني. تمام. ولكن يعني اللغه الشعريه فيها درجه من الرمز، فيها درجه من الحساسيه قد تكون مش هي المناسبه للكلام بالظبط، مختلفه عن ان انت تحكي بالظبط. بالظبط بتبصوا له ليه كده؟ انا ما بصلوش اعمل ايه؟ لا خدت بالي. طب بص حاسس انه بيتفلسف صح؟ لا لا هو فيلسوف لوحده. هو فيلسوف لوحده مش محتاج فلسفه. شوف انا خدت بالي بص له بصه كده قالوا بقى احنا كلمنا انتوا جيل مش قلنا لك بلاش الكلام ده بلاش الكلام ده بلاش الكلام بلاش الكلام ده صحيح. قول لي يا ابو حميد انت نشرت حاجه قبل كده ولا عمرك ما نشرت؟ لا ما نشرتش كتب قبل كده يعني، نسيت نزلت لي قصه في جريده من كام سنه وما نشرتش حاجه تانية. طب قول لي انت وانت بتكتب قصص قصيره، كتبت قصص قصيره، قصص قصيره، مين في ذهنك من كتاب القصه القصيره اللي انت حسيت ان ده يعني مثل؟ لا كتير يعني، يحيى حقي برضو في انا يعني بحب ابراهيم اصلان جدا وطريقته في المشهديه وطريقته في الكتابه والتركيز على الحوار. يعني ابراهيم اصلان انا عندي ولع بيه ولع بابراهيم اصلان. طب خلينا نشوف احمد ضحك ازاي يا جماعه، عايزين اي حاجه تضحك يا جماعه، مش معقوله كده الحكايات كلها هو ضحكونا في الواقع وسلمنا لنا حاجه الاثنين بيضحكوا. يلا طب يلا خلينا نسمع احمد سعد يا حبيبي. انا قلت في عقلي بال بلاش تروح يا واد يا شريف هيقولوا عليك مجنون، بس بصراحة الدكتور عدال عيب ما قالش عليا مجنون ولا حاجة، بس برضه ولا بيفهم أي حاجة. بقى أنا أروح له وأقول له مراتي عاوزة تموتني ما يصدقنيش. ليه؟ ما كل الناس عاوزة تموت بعضيها، جت على مراتي يعني؟ أنا عندي هلاوس؟ إزاي يعني؟ هو عشان ما اتجوزتش ما ينفعش مراتي تهددني بالقتل وأنا مروح البيت؟ أما عجايب والله. لو ايه يسألني بقالك قد ايه بتسمع صوتها؟ طبعا من ساعة ما اتجوزتها من 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين ومعايا منها عيلين كمان. عيلين؟ حسن وحسين. حسن في تالتة ابتدائي وحسين بسم الله ما شاء الله في سنة 6. انت مش لسه قايل لي انك متجوزها من 3 سنين؟ ها؟ اصل انا عيالي شاطرة بياخدوا 3 سنين في سنة واحدة. أخبار حسن حسين إيه؟ نسأل شريك بقى، النص ده بتاع شريك مش بتاعي. طب بس أنا بلاحظ حاجة يا دكتورة، إنهم بيأدوا كويس جدا. يعني هل أنتوا بتدوهم دروس أداء؟ ولا الإنسان بطبعه ممثل؟
لا مفيش حد بطبعه ممثل. مش كده. لا هو يعني كلنا عندنا كل حاجه، بس بنكبر فبنعمل حوالين نفسنا حواجز ودفاعات ضد الحياه فبنقمع تلقائيتنا. كان في ورشه كتابه، ورشه حكي مكثفه لمده 4 شهور. بداها المخرج محمد علي وانا كملت بعديه. في 4 شهور بالكامل احنا قاعدين بنشتغل على اداء الحكاين. لا بجد يعني انا ملاحظ عشان بنعمل عندنا اوديشن كتير لناس جايين يمثلوا كده، فانا ملاحظ ان انتوا بتادوا كويس قوي، يعني بتادوا زي الناس البروفيشنال، خاصه ان الوقفه قصاد الناس قصاد الكاميرا دي حاجه من اصعب ما يكون، مش اي حد يعرف يعملها يعني. لا بس كمان المجموعه لازم اقول ان هم كان عندهم قد كده قدره على الاستقبال وروحهم مفتوحه جدا لتقبل اشياء جديده مختلفه، وكانوا وحضرتك طبعا هتبقى فاهم ده اثناء البروفات هم بيختلفوا وبيتغيروا وبيدركوا على الاقل الحاجات، بيتطوروا بالظبط كبني ادمين. يعني طبعا احنا اكيد بتاخد بالك انت بتمشي ازاي، بتقتب امتى، عينيك مقفوله امتى، بتبص ولا ما بتبصش، يعني حاجات اللي ما بتاخدش بالك منها الناس العادي بتقول لك عليها. طب قولي لي يا دكتوره، يعني اللي انت بتعمليه ده انا قاعد سعيد بيه طبعا، ان يبقى في ناس يعني سايبه شغلها وسايبه حياتها، انت شايف ان ده مهم في التوقيت ده ان احنا نقف جنب الشباب الجميل ده ونتفاعل قدام ونمتن له؟ انا مش واقفه جنبهم، هما اللي واقفين جنبي. هما اللي واقفين جنبك، هما بيصدروا لنا طاقه ايجابيه. انا عايز اقول انا اجمل الفقرات اللي بقدمها معايا شباب زي دول. ما يجيبوا لي حد كبير زي كده من بره. لا بقول لك ايه، احنا يعني جيل متقارب. لا 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 مش زينا ولا حاجه. لا هي فكره انه يعني اولا انا مش انا بشوف ان ده شغلي برضو. تمام. صحيح انا بشتغل في جامعه القاهره بس انا برضو بشتغل في دوم. اوكي. وجزء من تصور دوم بيتطبق من خلال مجموعه الكتابه. فكره التساؤلات طول الوقت، فكره الشغل المنتظم، فكره انه ما فيش حاجه اسمها ورشه والناس تمشي. تمام. انه لا ورشه يعني هنقعد وهنكمل وهنشتغل واحنا خبراتنا اللي احنا استفدناها الناس واحنا بنشتغل في حاجات كتيره جدا بتتفتح. فانا فعلا مش بقول حاجه يعني مش حقيقيه ان انا بتعلم منهم وان انا بستمتع معاهم. اكيد اكيد. طب هي دوم فتحت امتى اصلا؟ دوم بدات 2013، وفي خلال السنتين اللي فاتوا دول يعني عملنا شغل كتير جدا. يعني عملنا مهرجان في المنصوره قراءه ادبيه، وده كان اول مره في مصر ممثلين محترفين بيقروا نصوص ادبيه. ده كان في ديسمبر اللي فات. هل اللي كان فيه احلام اليقظه لنجيب محفوظ؟ بالظبط. أوكي. ده اللي عملنا الافتتاح، كان 14 ممثل وممثله. بالظبط 14 ممثل وممثله بيقولوا احلام فتره النقاهة. وكان في 40 قراءه ادبيه ل 40 نص مصري وعربي وعالمي من خلال الممثلين. وعندنا مهرجان الحكي، مهرجان حكي في قنا. ده في مارس من كل سنه. اه خدوا بالكم من قنا والصعيد ده، لان ده لا ده احنا ابتدينا مهرجان الحكي قبل مهرجان المنصوره. وهتبقى تاني دوره ليه السنه دي. فاحنا بنعمل حاجات كتيره جدا، يعني عملنا حاجات كتير في سنتين وطلعنا كتب وساشه كبرت انا شفت الكتب اللي هي متصوره اللي بتحكي التاريخ بشكل متصور. كان حد جالي هنا بالظبط متى سكن المصريون مصر و2011 نقطه من اول السطر. بالظبط. فيعني عندنا لاين نشر، لاين مهرجانات، لاين الكتابه والحكي. كل دي انشطه هايل. رامي انا سالت الدكتوره ليه بداته، يعني امتى بداته 2013، السؤال اللي هساله لك. انت شايفه لو الثوره ما قامتش في 25 يناير كانت ممكن الحاجات دي كلها تحصل؟ سؤال يعني مش للشخص المناسب خالص. ليه؟ عشان انا ببعد كل البعد عن اي حاجه سياسيه. لا انا مش بسالك انت مع الثوره او ضدها. انا بقول لك هل التغير اللي حصل ما بعد الثوره وتقبل المجتمع لافكار مختلفه وللشباب، لان انا اول واحد قلت لابد الثوره دي هتفرز كتابها ومغنيينها وشعرائها، فهل انت شايفه ان حصل التغير ده ولا انت مش حساه؟ لا متهيالي حاسه يعني. لا في يعني في حتى افكار كتير قوي في كل حاجه حوالينا طلعت كتير قوي بعد بعد خمسه بعد الحكايه دي بعد الموضوع بعد كل الثورات اللي عدت دي. هو انا عايزه اقول انه دوم من اول لحظه كانت فكرتها انه مش لازم كلنا نعمل مقاومه سياسيه. يعني انه المقاومه عن طريق الثقافه اهم حتى من المقاومه السياسيه، لانه حزب راح حزب جه، رئيس راح رئيس جه، نظام راح. انما الشيء الباقي بشكل حقيقي هو أكيد شغل على الانسان. شغل على الانسان. فان انت تعمل شغل طويل الامد
وما تبقاش منتظر زي ما عمر بيقول في النص بتاعه ان طرح الشجر بيحتاج الصبر مجهود ووقت ومقاومه. فانه احنا مدركين في دوم، كلنا مدركين في دوم ان احنا بنعمل مقاومه، بس مقاومه بطريقتنا. انا موافق، انا القصد وانه ده ليه علاقه بالتاكيد بالثوره. يعني مش بنتكلمش على ثوره سياسيه. اذا كانت الثوره ما حققتش حاجه ومش متوقع انها تحقق حاجه في سنتين ثلاثه تمام، انما ما يتحقق هو يتحقق بالفعل على ارض الواقع من خلال البنيه التحتيه للبشر تمام، وان احنا برضو زي ما عمر بيقول في النص بتاعه ان احنا نفضل بنقاوم في وسط القبح وفي وسط الظلم وفي وسط غياب العداله، ان احنا نفضل نقاوم بطريقتنا حتى لو بنغني او بنحكي او طبعا بنكتب. طبعا وهو ده اللي كان باين في الميدان، الناس كلها كانت بتغني وبتحكي وبترسم وبتعمل كل حاجه. عبقريه الوعي الجمعي ده قصه اخرى. لا انا بس انا ليه بقول هذا الكلام، لان انا يعني انا شايف يا عمر ان في حاجات كتيره جدا اتكسرت جوانا، حاجز الخوف اتكسر طبعا، قدرتنا على تقبل الافكار الجديده، فرق الاندر جراوند اللي طلعت في كل مكان، في حاجات منها على فكره كانت من قبل الثوره بس هي ما ظهرتش ولا الناس تقبلتها غير بعد التغير الرهيب اللي حصل في ال 18 يوم او في 25 يناير. عشان كده انت رايك ان في حاجات اتغيرت جوانا بسبب هذه الثوره خلت، اصل انتوا مش انتوا بس يعني انتوا المؤسسه او يعني المجموعه بتاعت الدوم، في غيرها كتير جدا طبعاً. جدا في جميع المجالات، فانا شايف ان في حاله جماعيه كده اعتقد ما بقتش تظهر غير بعد 25 يناير. يعني لا شك الثوره حدث ضخم ومهم وله انعكاساته يعني كتيره جدا، فكسرت حواجز جوه الناس وبينهم وبين بعضه وفجرت طاقاته كده، لكن انا وجهه نظري انه يعني مش الثوره اللي خلت الناس تؤمن، يعني الناس اللي عندها مشاريع تعملها، لا اللي عنده مشاريع ومؤمن بيها وبيشتغلها كان بيعملها قبل الثوره كويس، وفضل يعملها بعدها، ومش هيخلي مسار الحياه يوقفه تمام. المسار ده قد يوحيله بافكار معينه، قد يساعده لكن في الاخر اللي عنده مشروع وعنده هدف بيشتغل عليه تمام، سواء ما قبل 2011 او ما بعدها. وهو فعلا الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي كان بادي من اوائل الالفيه اكيد طبعا، يعني هو ده اللي ادى في الاخر للثوره في الاول وفي الاخر يعني بالزبط. لكن يعني وانت يا احمد رايك كده برضو حاسس ان انت قافش مش قافش هو يعني الثوره ما غيرتش كتير، بس اللي انا شايفه زي ما عمر ما قال بالظبط، الناس كانت بتعمل الحاجات دي قبل الثوره تمام، اللي اتغير بعد الثوره قبول الناس للمواضيع دي يعني هو قبل الثوره كان في ورش كتابه كتير وناس بتشارك كتير، بس ما كانش في قبول لكده. ما ده اللي انا بقوله ان الناس بعد الثوره ابتدت تتقبل، حتى الشباب نفسه كان دايما موصوم بانه لا منتمي ولا موهوب وده جيل مش عارف ايه، بعد ما حصل الناس بقت بتسمع في تقبل للجديد كله مش كده، والناس يعني كان مثلا في حاجات قبل كده لا انا ما بتقبلهاش، هو دلوقتي لا طب ما اجرب الجديد واشوفه يمكن يعجبني. دلوقتي بقى ده موجود يعني في كتير عندهم استعداد التجريب، يجرب واشوف ايه الجديد واغير، ده اللي حصل بعد الثوره، ان الجمهور بقى عنده قدره على التجريب واستماع الجديد وتجربة الجديد اكتر من قبل. واعتقد كمان ان الناس مع احباطها السياسي بدأت تدور على منافذ للمقاومة من خلال المتعة، من خلال التعلم. انا موافق جدا على هذا الطرح جدا، انه وإلا هنحبط ونموت، واحنا مش هنموت، احنا شعب عفريت. لا جدا. فاللي هو بنلاقي سكك اخرى للمقاومة بما يتلائم مع كل واحد في المنطقة الصغيرة اللي بيعرف فيها يشتغل ويشتغل كويس وكتير وما يستناش حاجة دلوقتي. جاي. يعني ما يبقاش أناني إنه عايز دلوقتي حالا نتيجة وإلا يحبط ويعجن بالحيطة زي ناس كتير. بالظبط. لكن اللي عايز يكمل عنده فرصة إن هو يكمل ويعمل مليون ألف. أنا بحييك على الروح دي الحقيقة، لأن في ناس كتير جدا بتناقش معاهم في حتة إنك طول الوقت مستني يا اما تزعل وتقعد بعضك وتسافر وتقعد على جنب. وانا شايفه ان ده نوع من انواع الاستسهال الوجودي. يعني ايه اللي هو بدل ما اواجه بجد ازماتي والاقي طرق مبدعه للخروج من الازمه انا باحبط وخلاص كده شلت ايدي واخليت مسؤوليتي عن حياتي وعن الحياه بصفه عامه. انت خلاص وسبت بالظبط انا مقموص. طب بتقمص خلاص بنقص ناقص. واحنا هنستفيد ايه من قمصتك يعني؟ مش بالعكس، هو بينشر سموم الاحباط الطاقة السلبية من ما بيروح. بينما شخص واحد عنده قدرة على المقاومة ممكن الناس تبص له الأول كده على إنه مجنون عبيط مش عارفة إيه، وبعدين بعد كده
ممكن رجلهم تتجر في انا طول عمري بقول جميع الذين غيروا التاريخ الناس قال عليهم مجانين في الاول حتى الانبياء طبعا يعني دي لما انت رحت معاهم الصعيده ولا المنصوره ولا رحت في اي حته من دي في مارس اللي جاي ان شاء الله بس قولي لي ايه رد فعل الناس كان ايه يا دكتوره سحر في الصعيد وفي المنصوره على رد فعل الناس العاديه يعني هو دوم حكي لسه ما راحتش انا اوكي انما احنا هنروح ان شاء الله في مارس اللي جاي ان شاء الله وبالتالي اول عرض يعتبر عرض كبير عملنا عروض رمضان بس كانت عدد الناس اقل نتيجه المكان كان اصغر لكن في بيت السناري الحقيقه وانا عايزه احييهم قد كده كانوا رائعين واستقبلوا الناس بشكل جميل والمكان رائع ملهم يعني طبعا فده كان اول مواجهه مع جمهور كبير الناس كانت مبسوطه الناس كانت حكير. مبسوطه على اساس ان هو موضوع شويه جديد على الناس ما انت بتسالني طبعا هقول لك الناس كانت مبسوطه لا جدا مبسوطين جدا انت ممكن تقدر تقيم التجربه تقولي مثلا حكينا كتير كان المفروض نحكي اقل نحكي اكتر نغير الايقاع يعني ده نتناقش في ملحوظات مع تكرار واعاده العرض والعروض اللي جايه لكن انا كان رد فعل الناس ألطف مما تصورت بكتير لأن يعني تجربة غريبة شوية فعشان كده بسأل لا هي مش غريبة خالص في فرق حكي بتشتغل من زمان جدا وجمهورهم قد كده بس عارفينهم وبيقولهم لا بس كان لأن يمكن القصص قريبة قوي من الناس وحقيقية في حتة صدق كده فيهاش ادعاء خالص تمام. يعني حتى القصة المتخيلة اللي رانيا بتقولها فيهاش ادعاء على فكرة فيهاش ادعاء خالص تحكي تجربتها من 50 سنة يعمل معاها ايه يعني فاهم انا صحيح تجارب انت عندك تجارب اللي عندك عندي تجربة من 50 سنة ماشي انا موافق السنة ايه الأول؟ سنة ايه ايه بس؟ مش انك متخرجت انت متخرجت اي 10 سنين بتتكلم جد؟ خريجة ايه؟ كمبيوتر ساينس عين شمس مش هتكلمك تاني زعلت منك ليه بس كنت انت متخرجة من 10 سنين يعني ده انا حاسس ان انت في ثالثه اعدادي والله ما شاء الله بس حاجه حلوه حاجه دي حاجه ما تزعلش يعني ما انت متعود على كده عمر انت خريج ايه؟ هندسه القاهره قسم مدني من 10 سنين برضه واحمد حقوق عين شمس انا ملاحظ هي المجموعه عندنا اطباء عظم اسنان كل التخصصات مهندسين محامين عارفه ان انا عملت حلقه عندنا كافه شيء عارفه يا دكتوره ان انا عملت حلقه هنا جبت فيها دكتور لميس جابر ودكتور وجبت نبيل فاروق ودكتور نبيل فاروق ايه سر يعني كثير جدا من الاطباء والمهندسين فنانين طب يعني. يوسف ادريس يعني طبعا طبعا معاه ابراهيم ناجي وكتير كتير بس يعني اصل الكتابه دي مش حكر على من تعلم الادب في ياما اتعلموا الادب وما يعني ما عندهمش منتج ما عندهمش منتج ابداعي لكن الابداع ملوش علاقه المشاريع كل جايه ايه بعد يعني المشروع الكبير اللي بتعملوه اللي انتوا بتحضروه لدوم احنا في دوم احنا بنحضر دلوقتي المهرجان حكي تاني مهرجان حكي في انا ان شاء الله في 26 مارس وبنحضر لاعاده عرض بينج بونج وتحضير لعرض جديد بعد بينج بونج وبنحضر عندنا كتابين قيد النشر كتاب منهم عن النيوليبرالية وكتاب تاني برضو عن افاق التمرد ففي كتابين على وشك ان هم ينزلوا ان شاء الله فيعني ده اللي انا فاكراه دكتوره اولا انا مبسوط جدا بيكي وبيكو وبالمؤسسه الدوم نفسها والدكتور الخميسي الحقيقه حاجه زي ما انت بتقولي شيء مقاومه محترمه في توقيت مهم جدا الناس محتاجه فيه فعلا للتنوير ضد كل الخزعبلات اللي احنا عايشين فيها اعلاميا فعلا بنحس ان اعلاميا دي مهمه جدا جدا انا موافق جدا انا موافق بحط تحتها خط مليون خط على فكره مش خط واحد يعني الحقيقه انا بقول طول الوقت هنا ان الاعلام في حاله يرثى لها أيوة. الحقيقه يعني فانتوا طاقه نور بجد يعني هي مصر طويل. الحقيقه مليانه طاقات نور انا موافق على كده جدا روح الصعيد روح المنيا روح اسوان طبعا حقيقي في شباب بلا اي امكانيات بلا اي امكانيات بيشتغلوا شغل رائع رائع بس مش قبل الاوان تنتهي دوله العواجيز هي مش مشكله دوله عواجيز ما هو ياما في عواجيز غيروا في التاريخ انا عارف بس احنا بنتكلم في اللي موجودين هو طبعا اللي موجود ده كله لازم يعني ينسف من جذوره حمامك القديم خلينا نتكلم في الثقافه يا طاقه النور انت انا بشكرك ربنا يخليك نورت الدنيا ربنا يخليك يا
عايز اقول لها الطفله المعجزه طلعت ميرسي يا رانيا نورتينا. نورتينا يا دكتوره. ميرسي جدا جدا بجد والله. نورتينا يا عمر. شكرا شكرا. اسم ابني. نورتينا يا احمد. يا سعد والله انت يا ابني لو غنيت كنت زمان بتكسب. ميرسي جدا جدا شرفتونا وانستونا. وان شاء الله معانا الفنان الجميل وليد فواز. استنانا ما تستناناش. انت حر. العرافة عسل. كان معلقة سكر في النسكافيه وجبنة رومي وحاجات جميلة بتحصل. ما بلاش انت بقى. روح يا ابوي. انت بتلف حواليا كده للفجر. انا دخت. هو انت بتؤمني بالجن والعياذ بالله؟ انت خلك الله عجره. مش عايز غير فرصة واحدة بس. ايه؟ لا انا مش سامع. في دوشة حواليك كده. وزرتك يا احمد يا عروس انك ما بتعملش. انا عايز اقرش في قفايا. تقريبا كده مش مركز كلامه مش راكب على بعضه. دخلت صححت عشان اتعالج. انت عارفه كويس صح؟ طب انا عايز ابص عليه بس. ما بهزرش يا وليد. طب وعملت كده ليه طيب يا عيني؟ ده مش جواز لفلفه. ماشي يا برنس. دي كلها تكييف يا نوره. بزنس از بزنس. طب يا عم ما تقفش. انا بتكلم معاك عادي يعني. دائما الشباب يعني بنستمد منهم طاقة إيجابية ودائما بيطمنونا إن مصر طول الوقت ولادة. سمعنا امبارح صوت عظيم وشفت دلوقتي كتاب وامبارح كان عندنا ناس واخدين جوائز وشعراء ومعانا النهاردة ممثل من العيار الثقيل. دي حقيقة يعني ولازم نبقى يعني الممثل من العيار الثقيل دايما بنرحب بيه وبناخده في حضننا وعمرنا الجمهور ما بديش جارانتي لاي حد كده لله في لله. اذا ما حسش انه موهوب بجد عمره لو قعد يمثل 200 سنة. فانا معانا ممثل فعلا من اول ما طلع الجمهور خده في حضنه وحس ان ده ممثل زي ما انا بقول من العيار الثقيل. وليد فواز اهلا وسهلا يا وليد. ازيك يا دكتور. وانا اولا بشكرك على المقدمة الحلوة دي ودي شهادة كبيرة جدا من انسان يعني كلامه موزون جدا وليه ثقله يعني جوه. الله يخليك يا وليد. الله يخليك. بشكرك يعني. قول لي بقى تجارة انجليزي وبعدين معهد فنون مسرحية. احكي لي القصة ازاي كنت بتمثل في الجامعة في ثانوي كده والحاجات دي ومسرح الجامعة والحاجات دي. هو في مسرح جامعة اصلا دلوقتي في سنكو ده ولا؟ هو فعلا معلومات حضرتك مظبوطة. انا يعني بدايتي الحقيقية كانت في مسرح الجامعة جامعة الزقازيق. كنت جار انجلش بس انا قبلها كنت وانا في ثالثة ابتدائي اصلا كنت حابب اكون ممثل. يا سلام. بالظبط يا فندم. بدأت ببدلة ضابط في العيد. لا 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 بدأت بسلسلة المكتبة الخضراء ليعقوب الشاروني. كنت بلعب دور راوي وانا طفل صغير فعشان اكبر من نفسي جبت قطن ابيض وربطته باستك. لا والله بجد. بالظبط. بسم الله. ده فكرتك. دي فكرتي انا. وانا لسه يعني ده ابتدائي لسه غر انتازج يعني زي ما بيقولوا يعني. 9 سنين. بالظبط. ووالدتي جت اتفرجت ووالدي الله يرحمه يعني واولياء الامور يعني. فانا ربنا حباني بحنجره مرنه نسبيا يعني. فعرفت اتخن صوتي اعمل صوت اشبه بالراجل العجوز بالراجل يعني. العجوز يعني. وبعد كده دخلت ثانويه عامه فانا كان بحكم اي شاب مصري يعني باصص لكليات القمه. الطب وهندسه والحاجات دي. بالظبط. وصيدله وكده. فانا كنت بحب الكيمياء. وكنت عايز اكون صيدلي. ولكن ما بقتش كويس. ما خسرناش صيادله يعني وكسبنا ممثل. بس فحضرتك انا كنت حابب اخش صيدله ولكن مجموعي كان فاضل لي 5 من 100 عشان اخش صيدله. اوكي. ويمكن يكون قدريا ده قدريا ربنا بعتك لينا يعني. الله يخليك. فبس فمجموعي ما جابش صيدله فدخلت تجار انجلش والتحقت بمسرح الجامعه. احكي لي بقى عن مسرح الجامعه. هو في فعلا يعني مسرح في جامعة الزقازيق الكلام ده؟ بالظبط. في مسرح في جامعة الزقازيق؟ في مسرح جامعة الزقازيق كان مسرح كان كويس جدا وكان بينافس مسرح جامعة القاهرة ومسارح
كل المحافظات. وحتى وان كان الافضلية بحكم ان كان في مخرجين اقوى وتسليط الضوء اكتر على مسرح الجامعة بتاع القاهرة. كانت في منافسة حقيقية موجودة ساعتها. في خرج ممثلين كويسين ممكن ما يكونش اصابهم الحظ انهم يبقوا معروفين يعني. بالظبط. ولكن كان في مسرح كويس جدا. انا بسأل على مش فكرة حلوان والقاهرة. انا بقى سوري انا اسف زي القاهرة. انا بسأل اصل طبعا انت تعلم ان جميع كبار الفنانين في مصر خرجوا من مسرح الجامعة. ضعيفة. امام وسمير غانم وصلاح السعداني وهلم جرة يعني والطيف احمد. فانا بسأل الحركة المسرحية بتاعت زمان دي اللي كان بتلاقي مثلا فوزي فهمي الدكتور فوزي بيخرج وتلاقي كمال ياسين وتلاقي نبيل يعني ناس كبار. هل ده يعني موجود فعلا في 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 في, في, في لما انت كنت في الجامعه في مخرجين بيجي لكم يعني نصوص بتعملوا شكسبير بتعملوا حاجات من دي؟ كنا حضرتك بنعمل كل النصوص الموجوده والمشهوره وغير المشهوره. تمام. وكنا بنستجلب كمان نقدر نقول كده بالتعبير يعني مدربين من بره يعني محترفين. يعني محترفين. بس زي ما قلت حضرتك كده من كام دقيقه كده ان ما كانش بس الضوء مسلط قوي على مسرح اقليمي جامعي. تمام. ولكن حاجه جميله ان يبقى في حركه مسرحيه اصلا. بالزبط. يعني اصل انت عارف في 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 زمن لما انا كنت في الجامعه كان طلعوا الجامعات الاسلاميه خرجت في هذا التوقيت الغريب اللي هي في السبعينيات. فكان في معارك يوميه على المسرح وضرب بالجنازير وقصص كده غريبه جدا جدا. وانا تخيلت ان ده مش استمر بس يعني ما تخيلتش ان الحركه المسرحيه الجماعيه لسه في كامل عافيتها يعني. فانت بتطمني ان لسه لا لا موجود مكملين على فكره. طبعا. الدنيا تمام يعني. طب زي الفل زي الفل. بعد كده خلصت تجاره وقررت اخش معاها الفنون المسرحيه. بالظبط. خلصت تجاره وجبت شهادتي واديتها لوالدي وقلت له خلاص انا خدت الشهاده سيبني. سيبني بعد اذنك اعمل اللي انا عايزه. ما كانش موافق برضو. وجت فتره اشتغلت كده. ليه يا وليد يعني ليه دايما عندنا. انا عايز بس اسال يعني انت كنت بتمثل وانت صغير ودخلت تجاره انجليش وانت راجل مثلت في يعني ليه في نظره دايما مش والدك تحديدا يعني المجتمع عموما ينظر للفن نظره دونيه كده انا مش قادر افهمها. يعني حتى لما تلاقي فنان مثلا لا قدر الله عمل اي احتلاقي الناس زي ما تكون بتتشفى في هذا الفنان. انت شايف ده ايه؟ شوف حضرتك ده عشان احنا الخطاب الديني. تمام. الناس عندنا شوية مع كامل احترامي ليهم يعني بيدوا لنفسهم الحق في فكرة ان هم يقيموا الحلال والحرام. تمام. دايما بينظروا للتمثيل انه يعني لانه وارد يكون في عمل فني معين مثلا في لاف سين بغض النظر هو فج او غير فج. تمام. فبيقعد يبص للاعمال الفنيه او للناس اللي هي مقترنه بالعمل الفني انهم والعياذ بالله يعني ان هم ناس يعني يعني ناس مش على خلق ناس مش محترمين ناس مش متدينين ناس 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 ناس. بالظبط. ونرجع قديما شويه يا دكتور لما كان الممثل بيتمنع ان هو يدلي بشهادته في المحاكم. انا ماشي يا وليد بس مع تطور الزمن ده وقيمة الفنان اللي طبعا يعني الناس كلها لازم تبقى عارفة ان في مثلا لما تيجي تروح مسرح في روسيا مسرح في كذا الفنان بيقعد قبل الوزير. مظبوط. الفنان اهم وبيقعد في المقاعد الامامية قبل الوزير والفنان له قيمة. لان انا اعرف نجيب محفوظ تعرف وزير المعارف ايام سوري انا اسف نجيب الريحاني تعرف وزير المعارف ايام نجيب الريحاني؟ ما تعرفوش طبعا. واخد بالك. فالحقيقه انا مندهش ان هذا الفنان اللي بيسعدكوا وبيسعد الناس وبيخليها تعمل كده هو الفنان اللي انت تبقى مش عايز ابنك يطلع فنان. انا بسال مش عشان والدك لان لا ما والدي زي اي زي ملايين المصريين اللي كانوا بيبصوا دايما للممثل ده ان هو يعني عفوا في التعبير يعني فلوسه حرام. الممثل ده بقى مش ملوش علاقه بربنا. الممثل ده ممكن ما يكونش بيصلي اصلا. بيسقط كل الخطايا وكل الكبائر على الفنان. وحضرتك لسه قايل من شويه نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يعني قيمه فنيه عاليه جدا. ولكن في النهايه في شخص
ما موتور او عنده المفاهيم مش مظبوطه حاول يقتل هذا الرجل ولم يقراه بالظبط. يعني هم قالوا له روح موته وبعد كده قالوا له انت طالع، قال لهم انا قالوا لي ان الراجل ده كافر فرحت موته بالظبط. فهي القصه كلها بس في الخطاب الديني ان نبدا كده نجيب الناس واحده واحده حتى الاجيال الجديده اللي بعد كده الاجيال اللي بعدي واللي هتيجي بعد اللي بعدي نبدا نفهمهم يا جماعه ان الدين لا مش اللي انتوا بيتقال لكم كده في المنابر المتطرفه. لا الدين واحد اثنين ثلاثه، الدين يسر وليس عسر، وان كلنا بنحب ربنا وكلنا عايزين نعبد ربنا بقلوبنا. تمام بس ده في الاساس يعني. انا نتمنى اللي انت بتقوله ده يا وليد، وانا سعيد اصلا بالفكر انت بتقوله ده، لان الحقيقه حاجه تزعل لازم نبتدي من التعليم، ولازم يبقوا فاهمين ان اعظم فنان طبعا دون المقارنه هو الله الخالق اللي خلق كل هذه الاشياء، اعظم سكريبت في الدنيا طبعا. وعايز اقول لك ان من اجمل اللي شاف القران الكريم هو القصص القران اللي هو عباره عن فن صرف صحيح. في الكتابه وفي الدراما وفي التوريه وفي الحكي كمان وفي الحكي بالظبط. قول لي بقى، قلت لوالدك ايه لما نرجع لوالدك؟ فوالدي قال لي لا انت مش هتمثل، انت هتشتغل. تمام. فبدا يعني يكلم اصدقائه ومعارفه ان انا اشتغل. شغلنا شغلانه، الواد اللي عايز يمثل بالظبط. لا نسوه موضوع التمثيل ده. فجت فتره قعدت اشتغل بقى في ممكن شؤون عاملين في مصنع مثلا في 6 اكتوبر. فعلا ده حقيقي. سحلوك. فعلا ده حقيقي. وانا عشان اثبت لوالدي ان انا مش عايز اعمل ده، فبدات انا رحت اشتغلت ستيورد مثلا في مطعم مثلا. ده حصل حقيقي. مش ان انا عايز فلوس، عشان اثبت له ان انا مستقل بذاتي يعني. وبعد حتى كده حتى لو كنت عايز فلوس المشكله يعني. مش مشكله يعني. بس فالمهم في الاخر يعني ان انا لما دخلت معهد فنون مسرحيه من غير بقى ارادته يعني، رحت من وراه رحت قدمت من نفسي، قدمت ونجحت بعد 3 مرات تقديم. فكان اول عرض عملته كان اخراج زميل ليا، كنا بنعمل حاجه لتوفيق حكيم اللي هو كان مجلس العدل. تمام. ووالدي اخويا حب ان هو يعني يبسطه، فقال له تعالى هفرجك على عرض وبتاع كده. فوالدي مش ضد المسرح عموما، هو ضد ان انا امثل. ضد مش ضد المسرح، بس ضد ان ابني يبقى جوه المسرح بالظبط. يتفرج زيه بس ما يطلعش على الخشب بالظبط. فهو جابه عشان يتفرج، فشافني بقى وانا بعمل القاضي اللي هو الشخصيه الرئيسيه في العرض. فكان قاعد وكان يجلس بجواره ساعتها يعني الفنان القدير سامي المغاوري، ودي واقع حقيقي. فقاعد، فوالدي مبسوط جدا بيتفرج ومستمتع ومتماهي جدا جوه الحاله الدراميه. فلقى الاستاذ سامي المغاوري بيسقف، لان كان مخرج عرض كان ابنه كريم. فالمهم بص له كده وقال له ده ابني على فكره. فخور. فرحان فخور بقى. وبعد كده بدا شويه شويه الموضوع يخفت عنده اللي هو ان وحده معارضته انه ممثل يعني تبقى ممثل. وبعد كده التحقت باستوديو ممثل عند الاستاذ محمد صبحي. فهو كان بيحب محمد صبحي قوي. ويعني هو بيحترم قيمته الفنيه. والفنان المثقف طبعا وبيقدم حاجات مهمه ومسرح مهم وكده بالظبط. فهو حب جدا بقى فكره طالما انت مع محمد صبحي خلاص انت كده تمام. كده انا متضامن اخلاقك بالظبط. وكانت ادوار التلفزيونيه بقى ساعتها ادوار زي ما بيقولوا كده ادوار تلفزيونيه متناثره صغيره قوي. وجت 2006 رحل الوالد وما شافنيش بقى وانا وانت بتعمل ادوار مهمه وادوار للاسف الشديد يعني. كنت فعلا بتمنى لو كان هو قاعد دلوقتي يعني كان ممكن يفرح قوي وكان ممكن يغير فكرته عن الموضوع يعني. يا رب في الجنه يبقى حاسس بيك وشايفك يعني ان شاء الله. وحاجه في الاخر انت في الاخر عملت حاجه ورد عنها بدليل انه جه اتفرج وسقف وفرح الحمد لله. والحاجه بقى الحاجه دي حاجه ثانيه. الحاجه دي يعني اولا انا والدتي خريجه اداب قسم علم نفس وفلسفه جامعه اسكندريه. من وانا طفل كانت يعني بتزرع فيا فكره ان انا احب الخيال. فكانت يعني بتعلمني وبتربيني على الكوميكس وان اتفرج على افلام الكرتون. كانت تجيب لي قصص تقعد تقراها لي. فوالدتي فعلا ليها فضل كبير جدا في تشكيل خيالي ووجدانك اللي خلاك تبقى ممثل. ده حقيقي. وهي من بدايه خالص هي معايا تماما في ان انت هتبقى حاجه. بسم الله ما شاء الله. ده من بدري جدا. وانا من خلال برنامجك انا بوجهات حيه، انا بتتفرج دلوقتي عليك هنا من محبينك يعني. الله يخليك يا رب. وبجد فانا يا حاجه يعني تنبؤاتك طلعت مظبوطه تماما. ويا دكتوره احنا سعداء اصلا. بص احنا نحيي دائما الام والسيده
اللي بتحقق طموحات ولادها، لان بصراحه لو احنا الامهات كلهم زي والدتك مصر هتتغير. يعني اثبتت الايام في الاربع سنين اللي فاتوا ان السيده المصريه اعظم من الرجل المصري مع عظيم احترامي مليون مره، وجميع الاستحقاقات اللي كانت المراه المصريه مطلوب تنزل فيها نزلت وواجهت وتمردت وتجرأت، وهي السبب في اي انتصار حصل على المستوى السياسي والاجتماعي المرة المصرية كانت نمرة واحد فيه، وحضرتك اكيد واحدة منهم يعني. اكيد. قول لي اول دور علم مع الناس. انا طبعا فاكر الاعلام بس مش عايز اقول هو ايه، لان الاعلام ده كسر الدنيا. اول دور يعني هنقول مش اعلان السلعوة، بس مش هنقول ليه بقى. هو احدى شركات المحمول يعني. اعلان السلعوة فعلا ده عمل لي يعني ابيليتي حلو قوي عند الناس، عمل لي قاعده جماهيريه كبرت او صغرت، لكن في قاعده. لكن لا في قاعدة. لان انا فاكره يعني لو بشوف مليون اعلان، انا فاكر اعلان السلعوه ده بالظبط. لكن اول دور فعلا نقدر نعلم مع الناس كان من خلال العدل جروب بصراحه. الله. ده كان دور ابو القاسم في سيدنا السيد. وكان حضرتك السيد. بالمناسبه كنت كاتب اغنيه جميله جدا يعني المقدمه والنهايه. ساعدنا جدا يعني وساعتها، وده مش مجامله يعني، انا يعني لما دخلت العدل جروب انا كنت من بدري عايز يعني اشتغل مع الشركه دي، لانها شركه زي ما كانت قال لي وانا بمضي المسلسل ده ساعتها من سنين يعني ان دي ستار جيت زي ما اتقال يعني. فالمهم ده كان الدور اللي يعني ايه بدا يعرف الناس بوليد فواز. بعد كده جت محطه مهمه جدا في حياتي اللي هي كان بدون ذكر اسماء طبعا تأليف الاستاذ وحيد حامد. طبعا الاستاذ الكبير وحيد حامد طبعا، والتحيه ليه طبعا. الدور ده هو اللي بدا يعرف الوسط ان في ممثل كويس اسمه وليد فواز. التجربه دي بعد كده نقلتني لتجربه مهمه السنه اللي فاتت لاحمد عرنوس، اللي هي احمد عرنوس في السبع وصايا. تأليف محمد امين راضي اللي بوجه له التحيه برضه، طبعا وخالد مرعي. خالد مرعي طبعا، طبعاً. التجربة دي برضو مهمة جدا، ودي اللي عملت انتشار واسع جدا يعني من المسلسلات اللي نجحت جدا جدا الحمد لله. والحمد لله دلوقتي انا قاعد مع حضرتك ده انت منورني يا وليد. وبعدين احنا بنحتفي دايما زي ما انا قلت بالموهوبين، والناس ما بتديش جرانتي خالص اطلاقا غير الموهوبين بجد. مفيش لو عملت ايه خلاص وحاولت بكافة الطرق توصل للناس وانت مش موهوب مش هتوصل، يمكن تشوفك مرة. لكن عشان كده اول ما يعني الناس فرحانة بيك بجد يعني، والناس سعيدة بالدور وسعيدة بيك ومستنية منك المزيد طول الوقت. عملت سينما عملت قبل كده ادوار صغيرة جدا جدا، ولكن الانطلاقة الحقيقية هتبقى السنة دي ان شاء الله. ايوه انا باذن الله نزل لي في موسم نص السنة الجاي ده في فيلم ريجاتا. ده اخراج محمد سامي والاستاذ عمرو سعد. استاذ عمرو سعد طبعا في بقى في عمالقه بدون يعني بلاش نقعد نرتب لان قيمتهم الفنيه. استاذ محمود حميده طبعا، محمود حميده مدام الهام شاهين طبعا عامله دور عبقري في رامي يوسف. احمد مالك. انا خايف انسى اسامي ثانيه يعني. لا بس يعني حاجه يعني ان شاء الله يطلع حاجه حلوه ان شاء الله ان شاء الله. ده ويعني تاليف معتز فتيح عشان برضه نديله حقه كمؤلف يعني. طبعا. وان شاء الله في فيلم ثاني باذن الله لسه ما خلصناهوش، ده من ظهر الراجل. طبعا برضو محمد امين راضي. محمد امين راضي وهيكون اخراج كريم العدل باذن الله ان شاء الله. كريم العدل عفوا كريم السبكي، معلش كريم السبكي معلش انا قلت بيخرج من ورانا بس انا اللي غلطت قلت عشان كده كريم فيها كريم معلش يعني برضو لازم تحكي للعيله لو بتخرج. لا كريم حبيبي على طول في بالي يعني بس فكريم السبكي ان شاء الله ونبقى عاملين حاجه كويسه يعني باذن الله يعني. لا ربنا يوفقك. وبعدين انا يعني الحمد لله يمكن انت اولا بتجيد الاختيار وكمان يعني من حسن الطالع بالنسبه لك ودعوات الحاجه ان انت يعني كل اللي بتشتغل معاهم موهوبين بجد. ده حقيقي. سواء على مستوى الكتابه، سواء على مستوى الاخراج، سواء على مستوى الشركات، فدي في حد ذاتها ده رضا الحاج عليك على الحمد لله. ده والله ما شطاره مني فعلا دعوه الحاجه، وان الواحد يعني في الاخر بيبقى دي نفحه من الله طبعا، يعني سبحانه وتعالى بينور عليك اكيد فيه. الحمد لله. قول لي كده وانت طالع تمثل وانت في ثالثه ابتدائي كده وعامل الدقن والحاجات اللي زي دي، شايف مين من الممثلين اللي نفسك تبقى زيهم؟ والله انت عايز تبقى وليد فواز. ده حقيقي اكيد، بس اكيد في ناس كده يعني. انا مثلا في الكتاب اقول لك فلان، اقول لك يا سلام ده كده يعني. والله هقول لك على اسمين تحديدا. الاسمين دول انت ممكن تستغرب ان انا اقولهم لك وانا طفل صغير. ايوه ولكن كنت بحبهم فعلا. مين؟ على مستوى السينما المصريه انا كان نمره واحد بالنسبه لي
كان استاذ عادل ادهم. يا سلام. الراجل ده انا شايفه ايقونه من وجهه نظري. مش هو ايقونه فعلا؟ يعني ايقونه حقيقيه يعني. والطبيعي ان الشخص الثاني هقول اسمه دلوقتي وهو الاستاذ محمود المليجي. تمام. ممكن ناس كتير جدا يكونوا قاعدين فيقول لك انا بحب استاذ احمد زكي، طبعا عظيم كل العمالقه الموجودين في لا لا انا 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 بحيي اولا يعني ان انت بتقول الناس اللي هم مش تقليديين، يعني كل الناس بتقول طبعا استاذ احمد كلهم مع بكره زي ما انت بتقول. بس انت منقي ناس مختلفين. ده حقيقة. على مستوى السينما العالمية بقى في يعني ايكونز كتيرة جدا. ولكن انا الفيفوريت بالنسبة لي مش من وانا طفل بقى. مع كبرت وشفت. في كيفن سبيسي مثلا، ده الراجل ده انا شايفه طبعا حاجة عظيمة جدا. دانيال ديلويس. كل الناس اللي بتجتهد. كيفن سبيسي ده طبعا ممثل امريكاني عظيم. اوسكار وينر في امريكان بيوتي. طبعا واللي عمل امريكان بيوتي كان واخد اوسكار. وطبعا دانيال ديلويس اللي عمل There will be blood او جانجز اوف نيويورك كده، ممثلين عظام فعلا. بس دانيال ديلويس ده على فكره انت تعلم انه اعتزل التمثيل وفتح مطعم في باريس، ولما جه يعمل جانجز اوف نيويورك المخرج هذا كان اسمه حالا سكورسيزي مارتن سكورسيزي. هو ممثله المفضل روبرت دينيرو. اوكي تمام. جميع افلام مارتن سكورسيزي، جود فيلس وكازينو، روبرت دينيرو. وكان ادى الفيلم فعلا روبرت دينيرو. ثم تذكر دانيال ديلويس فسحب السيناريو من روبرت دينيرو وقال انا عايز الراجل ده. قالوا له ده اعتزل. سافر له باريس وجابه من المطعم بتاعه عشان يعمل هذا الدور العبقري. يعني شوف الحكايه دي تقول ايه. تقول ان ده مخرج سحب سيناريو من روبرت دينيرو اللي هو بيمثل معاه كل افلامه عشان شايف حد تاني. والحد التاني ده سافر له عشان يجيبه هو مارتن سكورسيزي. ويعني شوف التركيبه كلها بتقول ان البقاء للفن صحيح، ولا شيء غير الفن صحيح، لا صحوبيه صح، ولا صداقه صح، ولا اي حاجه. انا بحكي القصه علشان بس الناس تبقى فاهمه ليه هم بيعملوا عصابات نيويورك، ليه هم بيعملوا شيكاغو، ليه بيعملوا امريكا، ليه بيعملوا الافلام العظيمه دي. لان هم نمره واحد عندهم الفن صحيح. ولا عشان كده انت نقيت محمود المليجي ونقيت عادل ادهم صحيح. يعني وده برضه هسالك سؤال. اتفضل. قيمه يوسف شاهين انه يجيب محمود المليجي اللي طول عمره بيمثل بنفس الطريقه فيعمل الارض، ايه المخرج هنا دوره ايه؟ المخرج هنا انه شاف في الرجل ده سب تكست حاجه كده مغايره، شاف فيه قدرات مدفونه. ودي كانت يعني على قد معرفتي البسيطه يعني. انا عمري ما اتعاملت مع الراحل يوسف شاهين، ولكن كان معروف عنه ان هو كان معاه ملقاط من ذهب بيعرف ينقب جوه اي ممثل موهوب. يعرف ايه اللي جواه، وكان دايما بيراهن نفسه ان هو يقدم شخص في صوره اخرى مغايره للتقليد. كان نفسك تشتغل مع وليد؟ مين في مصر والعالم العربي ما كانش يتمنى تشتغل مع يوسف شاهين؟ مين؟ مش عشان اسم يوسف شاهين، عشان كنت متخيل انه هيطلع منك حاجه ما حدش يطلعها غير يوسف شاهين. مع احترامي ليوسف شاهين ومع احترامي يعني لتاريخه الكبير يعني، ولكن انا ليا كده وجهه نظر. ما انا عايز اسمعها بقى. قد اخطئ وقد اكون لا اتفضل قول وجهه نظرك. طب انا وجهه انت حر تقول اللي انت عايزه. انا حر صحيح. انا شايف يا دكتور ان انا لما اشتغل مع اي مخرج الكويس فيهم والوحش فانا كده كده اوتوماتيك بطلع اللي جوايا. تمام. انا كده كده بتعلم. وكل ما اتعلم اكتر وكل ما اشتغل اكتر كل ما بطلع الطاقات اللي جوايا اكتر. تمام. فسلام لو لفقت معايا واشتغلت مع مخرج يشهد له الكثيرين او الكثيرون عشان كثيرون. عشان بس عشان الحاجه بس لا عشان احنا قاعدين في حضرتك عشان نغلط يعني. يعني لو اشتغلت مع مخرج حظي كان كويس ان هو مخرج كويس جدا. فاعتقد انه هيطلع مني حاجات حلوه كتير. فلو كان يوسف شاهين كان موجود دلوقتي فاعتقد انه كان هيطلع حاجات حلوه كتير يعني. مش كده؟ قول لي كده انت بتحلم بايه؟ في ادوار كده يفضل يعني مثلا جبت هاني سلام انا قلت له نفسك تعمل دور ايه؟ قال لي المسيح. انا نفسي العب بس مش عارف الحلم ده يعني هيوافقوا عليه ولا لا. هيوافقوا عليه الرقابه ولا الازهر؟ الرقابه والازهر. طب قول عايز تعمل ايه؟ يعني انا كان نفسي من كتر ما هذه الشخصيه مؤثره فيا جدا
انا كان نفسي العب شخصيه رضي الله عنه عمر بن الخطاب. انا عارف مدى حساسيه بس اتعمل عمر لا بس برضه يعني اقصد اتعمل في شخص يعني في اتعمل مسلسل لسيدنا عمر يعني او خالد بن الوليد يعني هذا حلم احمد السقا على فكره خالد بن الوليد بالظبط فانا يعني ليه شخصيه سيدنا عمر اللي انت نفسك تعمل لانه رجل يعني يعني مش عارف اقول لك ايه راجل في كل حاجه حلوه في الايمان الايمان المطلق العدل القوه الرحمه عندما تحتاج الى الرحمه بالظبط في كل كل التناقضات البشريه المقبوله رجل في دراما في دراما دراما هو طبعا يعني يمثل سيدنا عمر العدل المطلق ويمثل وبنعتذر للازهر طبعا يعني انا مش قصدي اي حاجه لا 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 انت بتتمنى لكن ليس كل ما يدركه بالظبط طب انا اسالك سؤال بقى ما دام انت دخلتنا في المنطقه دي انت شايف ان تجسيد الصحابه من وجهه نظرك يعني مش لازم تبقى عالم دين عشان تقول يعني بالزبط. وجهه نظرك الانسانيه كمسلم شايف ان حرام ان احنا نجسد الصحابه لا انا عن نفسي على يعني وجهه نظري المتواضعه وانا مش رجل دين ولا رجل علم انا 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 شايف انه مش حرام يعني لكن ممكن يبقى في مشكله لو مثلا جينا نجسد شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. انا معاك تماما انا حتى بشكل مش فكرة يعني ملوش اي علاقة بان انا عارف مثلا نص بيقول لا او لكن انا بشكل وجداني وايماني كده ما احبش اشوف سيدنا رسول الله حد بيمثل دوره يعني. لكن ايه المشكلة لو صحابي يعني صحابي ما هو الناس محتاجة برضو تشوف هذا الصحابي الجليل بسيرته العطرة الطيبة تشوفه على الشاشة بشكل برضو يكون في موضوعية في التناول واحترام في تقديم هذه الشخصية الجليلة يعني بس. طب انت تتخيل ليه الازهر مش عايز يعني ليه بيمنعه هذا يعني ليه بيمنعه مثلا ان احنا نعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممكن يكون حضرتك لسببين السبب الاول انه وده اجتهاد مني يعني طبعا. انه في بعض الاصوات المتعصبة نسبيا جوه المؤسسه ما بقولش لكل المؤسسه في بعض جوه المؤسسه في بعض زي اي مؤسسه بالظبط في اصوات معينه يعني ايه بتقول لا لمجرد لا السبب الثاني اللي هو منع القيل والقال واللغط لان برضو احنا لسه جمهورنا مش مهيئ انه يتقبل فكره انه يشوف شخصيه طب ما هو المسلسل عمر اتعمل واتفرجنا عليه وشفناه والجمهور كله شافه وما فيش ما حصلش ما حدش ارتد يعني ما مش ارتد بس مع كامل احترام لحضرتك وده مش لا اتفضل مش بخلفك ولكن ممكن يكون المسلسل في مصر ما لقاش النجاح اللي كان شافه مثلا بره مصر لان برضو الجمهور المصري جمهور ليه طبيعه خاصه شويه يعني انت شايف ان الجمهور المصري بطبيعته احجم عن رؤيه المسلسل يعني لا خوفا لا شعوريا يعني يمكن ما توحدوش مع الـ مع الـ مع, الشخصية. مع الزميل الممثل اللي عمل الشخصيه يعني يمكن ما تشدوش للمسلسل يعني طب انا عايز اقول لك ان مثلا مسلسل العظيم عمر بن عبد العزيز اللي عمله الفنان العظيم نور الشريف انا والاستاذ اللي كتبه الراحل عبد السلام امين طبعا انا شايف ان مسلسل زي ده يقرب ناس كثيرين جدا الى الاسلام ويزود ايمانهم ومش هو لوحده والقضاء في الاسلام والامام الطبري وكل كل الشخصيات الاسلاميه الجميله اللي اتقدمت في مسلسل وعمرو بن العاص رجل الاخضر حتى وان كان مستواه الفني اقل يعني اقل شويه من عمر بن عبد العزيز لكن انا مع حضرتك جدا في جمله ان المسلسلات دي بتخلينا نتقرب يعني الى الاسلام ونحبه ونحس انه دين مش دين بمناسبه يعني شارل ابيدو انت ايه رايك في 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 هذه القضيه المثاره والناس اللي بتقول الناس طبعا بتقول كلنا شارل ابيدو وناس بتقول لك يستاهلوا عشان عملوا كذا انت وجهه نظرك ايه في هذه القضيه الشائكه يعني حضرتك السؤال انا بقى بعيد عن الفن خالص يعني خلينا هو السؤال ده طبعا يعني مغرز كبير لا لا بس خالص لا بس هقول لحضرتك انا انا مبدئيا لا شعوريا وفطريا كمسلم اكيد هتضايق جدا لما كلنا. لما رسولنا الكريم يهان طبعا ولكن تعال نتكلم بموضوعيه شويه انا مش داعشي انا رجل معتدل تمام او ازعم انني معتدل تمام فانا ضد القتل عموما او اراقه الدماء عموما طبعا
والدين دين الاسلامي كله ضد اراقه الدماء. بالظبط. وشايف برضو حضرتك ان اللي حاصل دلوقتي نوع من انواع الدعايه الرخيصه، دعايه دمويه، وفي الاخر الجريده دي او المجله دي المصوره في الاخر مبيعاتها زادت اضعاف. النهارده 3 مليون نسخه. بالظبط. واللي حاصل ده نوع من انواع يعني تعنت من الطرف ده وتعنت من الطرف ده. فاحنا كان ممكن نرد عليهم ولازم نرد عليهم بطريقه ماشيه بنفس اللي هي ايه اللي هي ايه اللي هي. ممكن نعمل برضو مجله مصوره نقول فيها مثلا ما معناه سماحه الاسلام، نقول فيها العدل في الاسلام، ولكن ما نهاجمش يعني ما نسخرش من طبعا طبعا، لان ده مش من ديننا يعني، مش هرد بنفس طريقتهم يعني. بالزبط. لكن نفند اللي بيقولوه. بالظبط. لكن قتل وتعصب انا بصراحه مش طبيعتي، مش ماشيه لا معنا. وطبيعه الاسلام وطبيعه الطبيعه الانسانيه ضد القتل وضد اراقه الدماء، ده وضع طبيعي. وعايز اقول حاجه برضه حضرتك معلش كده، في القصه اللي كانت دايما بتتقال واحنا صغيرين، قصه اليهودي والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، لما كان الراجل عمال بيأذيه كل شويه، عمال بيضع القاذورات تمام بيته. تمام. فمع استمرار امام بيته بقى، ما دام هتتكلم امام بيته صح امام بيته فلما تغيب الراجل اللي بي بي بيضره ومرض، سأل عليه او راح يعاوده في منزله يعني يسأل عليه يعني. فده رسولنا الكريم كان بيتأذي بشكل شخصي وهو بيعمل كده وهو يوحى اليه، عشان ربنا بدينا احنا المثل ازاي نقابل الاساءة بالاحسان. وحتى حضرتك كمان عفوا اقطع كلام سيادتك يعني، ان حتى في المسيحية اذا ضربك احد على خدك فادر له وجهك هي جملة مش متقالة كده اعتباطا على فكرة، هي حاجة بتتقال لاجيال قدام. طبعا مفيش حاجة بتتقال اعتباطا، هذا هو التسامح وهذا هو الدين وهذه هي الرحمة وهذه. بما انك شاب بقى ازعم لا انا متأكد بعد 12 يوم دلوقتي او 10 ايام بالظبط، بكره 15، بعد 10 ايام ذكرى 25 يناير. كنت فين في 25 يناير من 4 سنين، وماذا تمثل لك هذه الثوره؟ الثوره دي من اجمل الحاجات اللي حصلت في تاريخنا كله كشباب. تمام. غيرت مفاهيم كتيره جدا، ان كان فتره طويله قبل الثوره يعني كان الشباب دورهم يعني متحجم شويه. تمام. دلوقتي بقى في دم جديد، في تفكير جديد، حتى القياده السياسيه الموجوده يعني مع كامل احترامي ليها يعني تفكيرها دلوقتي بقى مختلف عن القياده السياسيه اللي كانت قبل كده. أكيد. بيحاولوا بقدر الامكان هم يقربوا وجهات النظر. تمام. اللي هي بقت كتيره قوي دلوقتي برضه بالمناسبه يعني تايهه، فكانوا رافعونهم يعني وبيحاولوا يقربوا لرجل الشارع بقدر الامكان. مش ما قربوش قوي بالقدر اللي احنا نتمناه. لكن هناك محاولات. بالظبط. فانا يعني بوجه رساله للشباب دلوقتي اللي انا منهم. طبعا. بقول لهم يعني احنا هنحتفل ب 25 يناير. نحتفل ونتذكر الاجواء الجميله. يعني عشان يوم 25 تحديدا كان يوم جميل، ما كانش فيه لا ضرب ولا عنف ولا اي مشاكل. كان فيه بس كان فيه قنابل مسيله للدموع. بس ما كانش فيه زي لا ما كانش هو يوم 28 حصل، لكن يوم 25 يناير كان ما كانش فيه طبعا. بالظبط. فاحنا عايزين يعني نحتفل ونتذكر الاجواء الحلوه، مش عايزين ونتذكر شهدائنا اللي ماتوا في سبيل ان احنا دلوقتي قاعدين بنقول احنا انت حر وبنقول اللي احنا عايزينه. هؤلاء هذه الدماء الزكية. دماء الشباب، لان الحقيقة اللي ماتوا واللي اصيبوا كلهم شباب. صحيح. فهم دفعوا ثمن ما نحن فيه، فيجب اولا ان نحتفي بهم زي ما انت بتقول، والامور تمر احتفالية. بالزبط. مش فوضوية يعني. بالظبط. ويعني وانا ضد عموما الاحتكاك بالشرطة بالطريقة العنيفة، لان في الاخر رجل الشرطة هو مواطن مصري. تمام. لا واحنا ليه نحتك بالشرطة اصلا؟ احنا ما فيش اي ما يدعو للاحتكاك بالشرطة. لا، في بعض الناس بتدعو لفكرة ان احنا لا ننزل ونتخانق وشماريخ والاجواء اللي انت عارفها. فيعني نتمنى ان تسود يعني لا هم يحتكوا ولا شرطة تحتك، وروح الاخاء جميلة كدا. وتمشي بشكل جميل كده، لان احنا فعلا سعداء ب 25 يناير. وطبعا انت تعلم تماما ان هناك محاولات لافساد هذا اليوم، ومحاولات لضرب وحاله احتقان بيحاولوا يصدروها لنا من بره ومن جوه يعني. صحيح. يعني انا يعني مبسوط ان انت ده شعورك،
بهذا اليوم الجميل، وان ده من اجمل الايام اللي مرت في تاريخ مصر. طبعا كما انت عملت ستاند اب كوميدي يا وليد؟ عملت ستاند اب كوميدي ده كان في البدايات، يعني كنت بعمل ستاند اب كوميدي وانا كنت فين؟ كان في برنامج كان بيتقدم على قناه ما كده، قناه كوميديه يعني. وبعد كده عملت ستاند اب كوميدي، كنت انا من اول ستاند اب كوميديان مصري، كنت انا بمشاركه زميل اخر مع ستاند اب كوميديان شهير قوي في محطه شهيره. كوري هو الجنسيه. كان استضافه زميل اللي هو كان بيتكلم عربي ولا اللي هو بيتكلم عربي اللي هو الكوري سعودي. بقدم شويه في قنوات سعوديه وبتكلم عربي وبعدين شفته بالظبط. وكان في برضو معانا ستاند اب كوميديان سعودي وبحريني. كنا اول ناس نعمل ده في سوريا اللي ربنا يعني يكون بجانبهم دلوقتي يعني في الاحوال المحتقنه اللي عندهم. كانت تجربه جميله جدا، وتجربه بتكتشف فيها نفسك كفنان شامل من الستاند اب كوميدي وان مان شو. تستطيع ان تواجه الجمهور بالظبط. عرفت تعمل ده؟ عملت ده كويس جدا بجد، عملت ده كويس جدا، وده اكد على عروضي المسرحيه اللي كنت بعملها. ما انا لسه عايز اقول لك، هل استفدت من ان انت كنت بتقف على خشبه المسرح من وانت سنك في ثالثه ابتدائي؟ بالظبط. واستفدت من ده لما كبرت؟ يعني حته الرهبه وانك انت تقف في صوت جمهور ولوحدك دي حاجه صعبه جدا. شوف يا دكتور، هو طبعا انك تقف، حتى وانا لو بفرض ان انا سبت حضرتك دلوقتي ورحت اعمل عرض مسرحي جديد بعديها بساعتين مثلا، الرهبه هي موجوده. الرهبه هي موجوده حتى في عمل تلفزيوني. لان الجمهور ده ليه احترامه طبعا، والنجاح ليه خوفه. فطول الوقت في رهبه، طول الوقت في الرغبه في التجويد والتطور وان انا اعلم نفسي اكتر. ولكن الخبره المسرحيه بتخليك شويه قد الفرصه لما تجيلك. بتخليك. حلو الكلام ده. الكلام ده الحاجه اللي معلمه لك، قد الفرصه لما تجيلك، ده كلام فلسفي كبير. بالظبط. كانت مع الرضعه بتديني الكلام ده. طب قول لي، الستاند اب كوميدي اللي عملته كنت انت اللي بتكتبه؟ انا اللي كنت بعمل ستاند اب كوميدي، انا اللي بكتبه، وانا يعني انا المونتير لنفسي وانا اللي بخرجه لنفسي. كل حاجه. بتعرف تقطع امتى وما تقطعش امتى وتقول ايه بالظبط، وايه الافيه اللي انا هتك عليه هنا، وايه الافيه السخيف اللي ما اقولوش. تقوله يعني مره تجربه فتحس ان انت ما ينفعش تقوله تاني. يعني انت بتعمل بتمنتج لروحك يعني. بالظبط. وان مان شو كله. طب هل الجمهور بيختلف؟ يعني انت بتعمل كذا عرض. بعد عن تقول افيه النهارده الناس تضحك، تاني يوم الناس ما تضحكش على نفس الافيه، فيبقى الجمهور مختلف. حضرتك اكيد يعني من عشاق المسرح، فانت عارف دايما في كده الايه اللعنه الشهيره، لعنه جمهور يوم السبت. كل الناس قالوا عليه انا عارف. وارد جدا على فكره انت تبقى في افيه مثلا انت قايله وعارف ان هو بيجيب في ايام كتيره جدا. ممكن مثلا في يوم زي يوم السبت كده مثلا تقول الافيه فجبس ما يجيبش اي حاجه، فانت تحس اللي هو يعني عايز دش كده يتفتح. تحصل عادي جدا. لا، سمير غانم قالها لي، استاذ سمير غانم وشيرين في المتزوجون، قالت لي لعنه يوم السبت. طبعا. بقول لك خلاص كله خلص بسرعه بسرعه، يعني بتقول لي بعض الاحيان كنا الصلاه بتخلص 2 تخلص 1:30 وفي ايام تخلص 4 الصبح. بالظبط. على حسب المود يعني. على حسب ضحك الجمهور وتفاعل الجمهور. وتفاعل الجمهور. قول لي يا وليد، تحلم بيه؟ بحلم ان مصر تبقى نمرة واحد. بحلم نرجع لمصر اللي كانت زمان، مصر الحلوة، مصر اللي كان فيها مفيش احتقان، مصر اللي كانت الناس بتبتسم في وش بعض، الناس كانت بتمشي في الشارع كانت مبتسمة. بحلم بالجملة اللي كانت اتقالت على لسان الأستاذ عادل إمام اللي كتبها الأستاذ وحيد حامد، الموضة كانت بتنزل هنا قبل ما تنزل في أوروبا. ده في عمارة يعقوبيان. بحلم بمصر اللي أنا ما شفتهاش. إن شاء الله هتشوفها وهتتحقق على إيديك وعلى إيدين الشباب الجميل اللي زيك يا وليد، نورتني. أشكرك. وإن شاء الله السنة دي تبقى سنة سعد عليك 2015. إن شاء الله. وتبقى زي ما ناس مستنيه منها كواليد ممثل كبير ان شاء الله. اشكرك. تحياتي ليك وتحياتي للحاجه اللي هي الايد الحانيه اللي خلتك وليد فواز. اشكرك يا دكتور جدا. وانت طيب. وانت طيب، وانا سعيد جدا باللقاء ده، وفعلا انا كنت على راحتي جدا معاك. الله يخليك يا وليد، شكرا جزيلا. شكرا. فاصل واستنونا، ما تستنوناش، انت حر. من السعودية الجميلة اللي بنحبها
معانا ضيفة نص سعودي ونص مصري، غادة عبود، صحفية وأديبة، وأنا سعيد بأن هي عايزة تقول وجهة نظرها في اللي بيحصل في شارل أبدو وإزاي نقدم الوجه الحقيقي للإسلام. أهلا وسهلا يا غادة، منورانا. دكتور مدحت شكرا جدا لحضرتك أتحت لي الفرصة دي، وأنا كتير سعيدة، وعذر لي إذا كان يعني مرتبكة شوية قدام حضرتك. لا لا، لأن حضرتك قامة أدبية كبيرة، ونحن تربينا إن إحنا نسمع الأغاني اللي حضرتك بتكتبها والمسلسلات والأفلام اللي حضرتك بتكتبها. الله يخليك العفو. قولي لي بقى، أنت ليه اهتمتي قوي إن أنت تتكلمي عن هذا الموضوع بتاع شارل أبدو اللي شغل العالم كله؟ ليه اهتمتي؟ أوكي، في خلينا نعترف أول شيء إنه نحن ما عندنا جاهزية ثقافية ولا مرجعية تؤهلنا لقبول ما ترسمه أو ما تقدمه تشارلي إبدو. تمام. صحيح؟ تمام. ولكن إيش كانت هي ردود الأفعال؟ ردود الأفعال على ما حدث في تشارلي إبدو من الهجوم الإرهابي هو الكتابة على هاشتاغات انتقمنا لرسول الله، وفي في ناس أخذتهم الحمية إن هم يبغوا يتكلموا ويقولوا إيوة نحن انتقمنا وكده ردينا حقنا. الحقيقة إنه هذه هي اللي سووه، اللي هم سووا دعاية، وهم كانوا، وهذا الحدث الإرهابي يدور بالهوية الإسلامية. الحقيقة أن الحكومات العربية تقوم بدورها، ولكن ليس هناك دور شعبي ودور ثقافي يدعم الهوية الإسلامية. ما حدث، إحنا في مثل في السعودية اسمه قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق، وهذا الحدث الإرهابي قطع الرقاب وقطع الأرزاق. طب أنا بس أسألك سؤال، معلش، أنت بتقولي الحكومات بتؤدي بدورها ولكن ليس هناك دور للإرادة الشعبية، إيه الدور اللي ممكن تعمله الإرادة الشعبية؟ تعمل إيه بالضبط من وجهة نظري؟ أوكي، أنا أبغى أسأل سؤال. كلنا شفنا المسيرة السلمية، صح؟ تمام. وشفنا وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي، ليه ما أحد من نحن بس اللي اعترضنا، ليه ما حدش من برا اللي هم يعني الناس اللي يعني في العالم اعترضوا على وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي كإرهابي؟ لأن هناك يتم تسويق الهوية اليهودية دون وعظ. أنا حتفق مع وليد فواز اللي كان الفنان الجميل اللي كان قبلي، وأقول إنه الفن هو أكبر عملية PR يتم من خلالها تسويق الهوية اليهودية. ونحن وصلونا إن إحنا إسلامنا بيقول نحن لازم نحترم اليهود، وإسلامنا بيقول إنه لا يعني مو لازم نتعدى على اليهود، هذا ما هو شيء جديد. ولكن هم عرفوا إن هم يشتغلوا على نفسهم من خلال التمركز في السينما والخلال التمركز في القنوات الإعلامية وتسويق الهوية اليهودية. تمام. إيه اللي احنا مفروض كشعوب نعمله؟ الفنانين. يعني انت شايفة بتقصدي بالشعوب يعني دور الفن؟ نعم. طيب انت شايفة ان دور الفن الغير مدعوم من الحكومات في ان احنا نعمل افلام مثلا تكلف 100 مليون دولار مثلا، يعني انت شايفه ان هناك قنوات عربيه بتشتري ماتشات كاس عالم تدفع فيها نص مليار دولار وبتاع، هل تعتقد ان هذه القنوات عندها استعداد تعمل فيلم عن الاسلام الحقيقي تكلف 100 مليون دولار؟ طيب خلينا نقارن الافلام اللي بتسوي ما انت، مين اللي بينتج هذه الافلام في الاخر؟ خلينا نقول ان المنتج اهم شيء، يعني واحده من اهم الاشياء عنده كما هو تقديم رساله، فهو ايضا يبغى يكسب، صح؟ طبعا. فلوس. تمام. خلينا نتعلم من التجربة هذه. انا ما عندي مانع ان اذا كان احد نجح في تجربة معينة بما لا يتعارض مع اخلاقي وقيمي وثقافتي اني استفيد من هذه التجربة. زي ايه كده؟ زي مثلا بن ستيلر. تمام. زي مثلا ادم ساندلر، زي جون ستيوارت. هم ايش سووا؟ كل مرة فيلم بيعمل هذه أفلامهم يعني بتسوي مكاسب بملايين الملايين. تمام. ولكن ما في وعظ، ما في مباشرة في توجيه إنه اليهود هدول ناس كويسين. بس معلش، سيبيني أعرضك في الموضوع ده. بليز. الموضوع ليس الفيلم، ولكن كيفية تسويق الفيلم. ازاي تعمل فيلم مكلف دون ان تخسر؟ هذه صناعة بيقوم عليها مش بين ستيلر ولا ده شركات عملاقة عارفة تماما مغزى الفيلم. تعمل فيلم زي يوم الاستقلال مثلا،
وهو فيلم من الناحية العملية وفيلم عادي جدا، مش فيلم عظيم ولا حاجة، لكن من ينقذ العالم في الآخر هو اللي لابس الطاقية اليهودية، في إشارة واضحة ان دول اللي هينقذوا العالم. انا بقول ليه احنا عندنا شركة انتاج، هل تعتقد ان انا استطيع ان اعمل فيلم يكلف 50 مليون دولار؟ مش هعرف. تمام، يبقى احنا الحكومات التي تستطيع ان تفعل ذلك زي ما بتشتري ماتشات كورة، ليه ما بتحاولش تقدم الوجه السامح للاسلام بانها تعمل فيلم يكلف 50 مليون دولار وتشتري توقيت في CNN وتشتري اماكن في سينمات وتعرض هذا الفيلم؟ اذا كنا عايزين نحارب فكرة ان المسلم هو الارهابي يجب ان احنا نعمل ده، من ما يبقاش رد فعلنا. طبعا انا ضد القتل، لكن كمان ما ينفعش نفضل قاعدين ساكتين وما نعملش اي حاجة ونطلب من العالم انه يبصلنا. زي ما انت قلتي، العالم ماشي دلوقتي ورا السينما وورا الميديا. هل هناك تقصير من الحكومات العربية جماعة، مش حكومة واحدة، والذين يملكون ان هم يشتروا ماتشات وبتاع، في ان هم يظهروا الوجه الحقيقي للاسلام؟ شو انا شايفة انه الموضوع ما لازم يعني يتقسم على 3 خطوات اللي هم: 1 الحكومات زي ما بتشتغل على بشكل رسمي بفتح مراكز للحوار، سواء كانت حوار وطني داخليا او حوار بين الاديان عالميا، وزي ما الرؤساء والملوك يعني بيتعبوا وبيجتهدوا ان هم يحاولوا يوصلوا صورة سمحة للإسلام. كمان الحكومات يعني حيكون بادرة جدا مهمة دحين في هذا التوقيت، بما اننا احنا نعاني من اغتيال الهوية الإسلامية من قبل ناس يقولون انهم مسلمين. خلاص دحين خلينا نجرب في كذا بكذا طريقة. احنا اكتشفنا انه الطريقة الرسمية مو لوحدها ما هي كفاية، وبحادث ارهابي واحد بنبدأ نشتغل من الصفر. اول شيء فاين، خلينا ندعم، خلي الحكومات تدعم رجال الاعمال والمنتجين السينمائيين. تمام. ويتم انتاج افلام، سواء كانت هذه الافلام السينمائية تتحدث عن ال 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 الشخصية الإسلامية، علماء الإسلام، أو علماء الإسلام، ابن يعني رشد، ابن سينا، ابن النفيس، وهكذا. أيوة. And بعد كده نقدر إن إحنا كمان في نفس الطريق زي ما القنوات يعني أوكي very good من القنوات العربية إن هي بتشتري نسخ من البرامج الأجنبية، نحن بنستفيد إن إحنا بنطلع مواهب، بس نبغى كمان ندف هذه المواهب إن هي تشتغل برا. اطلع برا، روح America's Got Talent، روح Britain's Got Talent، روح قدم لهم. كمان القنوات العربية ومالك القنوات العربية أقول لهم شكرا إنه نحن وصلنا من مرحلة إنه بناخد البرامج وبن كوبي بيست، نعمل كوبي منها. أيوة، اللي نحن بنحترم حقوق الملكية الفكرية وبنشتري هذه البرامج، بس هذا لا ينفي كمان مسؤوليتنا إنه نحن ننتج برامج. البرامج اللي حيكون لها مدام انت قادر تفتح قناة والقناة بتدخل لك مردود مادي، معلي اروح افتح قناة يكون توجهها ترفيهي سينمائي تلفزيوني، فيها ناس بيجيبوا نسب مشاهدة من الاعلاميين الامريكيين المعروفين وطلع معهم one stand up comedy لواحد بيعمل anything. ولازم كمان يكون في consistency، لازم يكون في استمرارية لهذه الحركة. الماركتينج غير المباشر حضرتك يشتغل اكتر من الماركتينج المباشر. طب انت شايفة يا استاذة ان يعني لما يبقى عندنا كتاب زي مثلا ايات شيطانية تقوم تطلع فتوى بقتل هذا الرجل، انت مش شايفة ان ده ضد الاسلام؟ مش شايفة ان ده بيعمل شهرة للكاتب احنا اللي بنديها له من عندنا؟ احنا اللي بندي صورة بتشهر على حس ان احنا اصدرنا هذه الفتوى اللي كان المفترض لو احنا ما بصناش للكتاب ولا ادينا له اي اهتمام ما كانش حد قراه. انت مش شايفة ان احنا لما نحب نقول ان الاسلام ده اسلام كويس او دين كويس، ان يكون هناك عالم سعودي دكتور بينقل قلب، وانا عارف ان في السعودية اساتذة وجراحين، مش ده
مثال للمسلم مش احمد زويل هو الاسلام يمشي على قدميه. صحيح. مش لعب مش هو ده اللي مفروض ان احنا نهتم بيه. انت لما بتهتم بالتعليم وتهتم بالعلماء وتهتم هو ده بحد ذاته انتصار للاسلام. صحيح. يعني ضعفنا هما اللي بيخليهم يوجهوا لي الاسلام. الضعف فينا احنا قبل ما يبقى هي في مؤامرة مش على الاسلام لكن هي مؤامرة على الثروة العربية وعلى الفكر العربي وانت تعلمي طبعا عشان اسرائيل والصهيونية وكل حاجة لكن احنا بنديهم السكاكين اللي بيضربونا بيها. دكتور مدحت ابغى اقول لك بكل الصراحة نحن في موروثنا العربي الفكري تعذيب الذات. نحن متآمرين على انفسنا كشعوب قبل ما يتآمر علينا الآخر. تمام. أنا ما عندي مشكلة مع أنا فخورة جدا أن أنا قارئة لإحسان عبد القدوس. تمام. إحسان عبد القدوس واقعي. هو رائد المدرسة الواقعية. تمام. من هذه الواقعية أقول إحنا عندنا ما دام في موروثنا الفكري والعربي حب تعذيب الذات نوجهه توجيه استراتيجي من خلال أعمال فنية وأعمال سينمائية يكون نتاجها جيد ويشاهدها. نشتغل على هذا المردود يعني سوري الهامش الإنساني اللي كل الناس تقدر إن هي تريليت تو تقدر إن هي يعني تنتسب إليه شيء مرة معروف ومفهوم إنه أحسن دعاية أي نوع من الدعاية هي دعاية جيدة. نحن عندما يعني أنا إذا كتبت كتاب وتم منع هذا الكتاب فهذا أحسن طريقة لانتشار الكتاب وزيادة مبيعاته وكمان ممكن ينعمل فيلم. طب أنت مش ولكن تفضلي يجب يكون عندنا ثقة كمان في مبدعينا. يجب أن يكون عندنا ثقة في الفنانين حقيننا. يجب أن يكون هناك مراجعة قبل الثقة الحرية حرية مبدعينا. يعني أنت هل أنت مش شايفة أن لما يكون عندنا حرية هذه الحرية هي أكبر دليل الإسلام هو دين الحرية. الإسلام هو الذي حرر العبيد وحرر صحيح. الأفكار صحيح. وحرر الناس من عبادة الأصنام والأوثان. الحرية هي فريضة في الدين الإسلامي. صحيح. هل أنت شايف أن كلما كانت المجتمعات أكثر ديكتاتورية المجتمعات العربية أكثر ديكتاتورية هي في الأول وفي الآخر ضد فكرة الحرية في الإسلام أن احنا كلما كنا أكثر انفتاحا وأكثر تراحما وأكثر عدم قيد على الإبداع والحريات مش احنا كده بنقدم وجهة نظر عن الإسلام جيدة للعالم؟ متفقة مع حضرتك تماما ولكن عندي تعليق. خلينا نشوف من موروثنا العربي إحسان عبد القدوس واللي هو أصلا واحد من أهم الكتاب العرب ويتم ترجمة كتبه. بليز أنا بأطلق دعوة لكل دور النشر أعيدوا ترجمة كل من أول إحسان عبد القدوس يعيدوا يتم ترجمة كتاب حضرتك رصيف نمرة 5 ويتم تسويقها يشوفوا مين اللي بيسوق لهاري بوتر ومين اللي بيسوق لفيفتي شيدز أوف جراي. هذه الكتب اللي بتسوي مبيعات كبيرة يتم تسويقها. ولكن خليني أرجع قبل ده بس سؤال حضرتك معلش. تعريف الحرية إيش يعني الحرية؟ الحرية عند إحسان عبد القدوس هي وسيلة لبلوغ لتبلغ بها الحرية هي وسيلة لتبلغ بها غاية عظيمة وغاية كبرى والحرية مسؤولية. وكيف يتم الوصول لهذه الحرية؟ الحرية يتم الوصول بها بالاعتراف إنه عندك مسؤولية وإنك توصل يكون عندك نهج مسؤول توصل به إلى الغاية السامية. بس الحرية كمان يا غادة أن تتقبل الآخر. صحيح. مهما كان مختلفا معاك ما تكفرش الآخر لأنه بيقول كلام غير اللي أنت متربي عليه. وهذه أشياء مفتقدة تماما في عالمنا العربي. بدليل أن طه حسين تم تكفيره وبدليل أن في كتاب في فقه اللغة كتب لويس عوض سنة 81 كتب عنه الدكتور خالد منتصر النهاردة ليس له أي علاقة بالدين وتم منعه. فكثير من المفاهيم المغلوطة وكثير من العقول المغلقة هي نفسها بتدي دعاية سيئة عن ان متخيلين الناس برا ان لان ده اللي بيوصل لهم كتاب يتم منعه في الاول وفي الاخر دي جريمة كبرى في العالم العربي ان انت تمنع كتاب وتمنع افكار. وهي دي مشكلتنا في العالم العربي ان احنا نمنع كتب
ونمنع افكار، فتخيلوا ان هذا هو الدين الاسلامي الذي يمنع الافكار ان تطير والافكار لها اجنحة كما قال ابن رشد. انت مش شايفة ان احنا لازم نتغير عشان الناس تبصلنا باحترام؟ طبعا انا في دعوتي انه يكون هناك يعني تفعيل اول شيء لازم نعترف احنا نغير الخطاب الديني. تمام. ولازم يكون عندنا مراجعة للخطاب الديني. يجب ان يكون عندنا علم كمان بالدين. انا ما اقدر الوم، في بعض الناس بتلوم الشيخ فلان والشيخ علان. ولكن ليه؟ لان احنا عندنا تخوف من قراءة ديننا. لماذا لا اجلس انا واقرأ قرآني واقرأ ديني واتفكر في فاتفكر واقرأ. نحن ما بنقرأ ديننا، نحن مستنيين الشيخ يلقلنا ايش هو الدين حقنا. انا موافق مع اننا بنتكلم عربي. طب ما انت بتتكلم عربي ودارس اللغة العربية. الناس اللي بتودي اولادهم بتصرف عليهم الالاف وبتداين عشان تعلمهم لغة انجليزية. هذا ما هو معناته وبينسوا لغتهم العربية. لا، انت مهم تتعلم لغتك العربية. تقرأ الميم في الدين، ده سؤال مهم. نقرأ الميم في الدين، لان في الاول وفي الاخر دي اشكالية في حد ذاتها. اقرأ الميم لان هناك اختلافات رهيبة بين هذا الكاتب وهذا الكاتب وهذا الكاتب، وما فيش نوع من انواع الجمع على حد معين. انا لما اقرأ له اقول ان هذا الدين السليم، انا اقدر اقول لك. لكن في الاول وفي الاخر انا مش المعني بالامر ولا حضرتك، لكن عموم الناس البسطاء اللي بيجوا بياخدوا دينهم من واحد بيطلع على المنبر مش عارفين اصله ايه وفصله ايه. صحيح. لكن مجرد انه واقف على المنبر وبدان اللي بيقوله الناس بتعتقد ان هذا هو الدين. صحيح. وفي الاختلاف رحمة. تمام. يعني احنا عندنا اربع مذاهب، الاختلاف بينهم رحمة. ولكن هذا لا يعفينا من دورنا ان احنا لازم ما ننتظر الشيخ ولا نلوم الشيخ. لان انا اذا قصرت في حق ديني وانا اذا كان عندي دائما تحفظ ضد الاخر، انا ما ينفع يكون عندي تحفظ ضد المحجبة. ولا ينفع يكون عندي تحفظ ضد المنقبة واطلب منه، ولا عندي تحفظ ضد غير المنقبة ولا غير المحجبة. ايوه بالظبط، اتفق يعني معك. يعني في الاول وفي الاخر هذا حساب بين العبد وربي. بالظبط. بالظبط. نحن لا ندخل في لا نتدخل في الاحكام الالهية، ما لنا دخل، بس نسوي الهومورك. ولازم يكون عندنا دحين من 11 سبتمبر يتم اغتيال الهوية الاسلامية. احنا ايش سوينا؟ قولي لي، احنا كنا مفروض نعمل ايه وما عملناهوش؟ كان لازم على الاقل على الأقل نكتب سيناريوهات. نشوف مين نتكلم، نروح نشارك في المهرجانات السينمائية. مجرد مرور ممثل عربي أو ممثل مصري أو ممثل سعودي أو مخرجة سعودية، عندنا الكثير من المبدعين. يجب أن ندعمهم، ولازم حتى مرورهم مجرد من الريد كاربت ندعمهم ان هم يدخلوا المهرجانات. يجب ان يستمر مهرجان القاهرة السينمائي حتى وان تعثر. نعرف نسوق له صح، نعرف نجيب ممثلين صح، وبعدين نحن كمان نروح. هذه التظاهرات الثقافية الفنية من وجهة نظر بتنقل صورة حضارية عن بلد مسلم، وايضا يتم ترجمة الكتب الموجودة، يتم تسويقها بالطريقة الصح. انت شايفة ان الذين هاجموا وقالوا ان احنا خدنا حقنا والحاجات اللي اتكتبت دي بتسيء للإسلام؟ نعم، تسيء للإسلام. كيف؟ خلينا ما لا نعيد تعريف الأشياء. في الدستور الأمريكي يقول كدولة هي تدعي أن هي يعني هي لها ريادة، رئيسة في الحرية في رئيسة العالم. الحرية في العالم. الدستور الأمريكي يضمن حرية الرأي، ولكن هناك مادة في الدستور يفسرها الحقوقيون أو أنا مني مختصة، ولكن من خلال قراءاتي. Do not yell fire in a crowded theater. تمام. يعني بمعنى إيه؟ إذا كان أنت لك النار. أيوة، أنت لك الحرية أن تعبر عن رأيك، ولكن حريتك في التعبير عن الرأي يعني لا تعطيك الحق في أن تفعل أو أن ما يثير الناس أو يجعل النار متقدة. بالضبط. يعني حتى لو كنا في مسرح، حتى لو كان الناس رايحين تتسلى، ما تثير الناس يعني. ولهذا لا، يعني كان ممكن نرد على تشارلي إبدو بإيه؟ باتخاذ القوانين، باتخاذ خطوات قانونية. تمام. دائما حتى في أمريكا هناك من عندما
يكون في إساءة لأي المعادات السامية، هم طلعوا قانون، هم اجتهدوا في أن هم يستخرجوا قانون يقولوا هذا قانون معادات السامية، وإذا أحد جاء تعدى على الهوية اليهودية ياخذوا الخطوات القانونية في إيقافه، ويأخذوا الخطوات القانونية وغير القانونية كمان بذكاء إن هم يجلسون الإعلامية والفنية وهكذا. هسألك آخر سؤال، هل أنت شايفة أن داعش وما شابهها هو الوحش الذي رباه الغرب فرجع في الآخر بيأكل فيه؟ ممكن، ولكن هذا لا يعفينا من مسؤولية جهلنا بإسلامنا، وهذا لا يعفينا من مسؤولية عدم العمل على خلق خطاب وخلق كيان آخر مثقف منفتح إيجابي يقدر يقول أنا ما أقدر ألوم الغرب إنه دحين بيخاف مني. لا ما نقدرش نلومهم طبعا، إحنا وصلنا لكده بسلبياتنا، نحن سلبيين ولازم نعترف بكده، ولازم نشتغل على كده إن يكون في تغيير ماركتينج بي آر، احترام السينما، احترام الفن. أنا بشكرك جدا جدا، وموافق على خلق كيان كبير منفتح على العالم نقدر نتعلم بيه نتعامل بيه مع الاخر، بس اهم حاجه الحكومات تدينا فرصه الحريه اللي هتخلق هذا المناخ اللي نعمل بيه الكيان المختلف ده. ميرسي يا غاده، نورتينا جدا جدا، وتحياتنا لاهلك اللي في السعوديه واهلك اللي في اسكندريه. اشكرك كتير يا دكتور مدحت، يعني شرف كبير لي اني انا اكون معك، اتمنى ان انا يعني تتكرر المقابله دي ان شاء الله مره. اشكرك جدا حضرتك، قبلت المبادره اللي انا عرضتها على حضرتك، نورتينا وشرفتينا. مثال يعني فتاة عربية جميلة عايزة تقول رأيها ضد أن يهان الإسلام بتهمة الإرهاب أو أي شيء من هذا القبيل. شكرا جزيلا يا غادة، نورتينا. فاصل ونلتقي مع الفنان الكبير جدا جدا والصديق محمود الجندي، استنونا وانت حر. يشرفني ويسعد قلبي وقلب كل فنان في فرقتي تشريف السيدة الجليلة سليلة المجد والشرف. ايه مالك دليلة ليلتك؟ الواد عايزة تبدأ سنة جاء من ليبيا النهاردة. ولد انما بسم الله ما شاء الله بدر منور. ده خفت السنة في خلفية الهدان. الوقت انت مش عايز تتكلم وانا عايز اتكلم، ايه الحل بقى؟ انت عايش مبسوط كافي خير يسارلي، مش عايز من الدنيا غير الستر. أنا عارف إن المهمة صعبة، لكن أنا بكلم مسلم مثقف وخريج جامعة، أتاريني أنا اللي ورطته. حاسس إن أنا مش هشوف الولد ده دلوقتي، عايش بعذاب الضمير. دلوقتي إحنا ربنا بعت لنا الفكرة دي عشان يلطف بينا، هنرفض إحنا لطفه؟ ده يبقى حرام. فلوس جايبها منين يا حرام يا ابن الكلب؟ شوف أخويا، الوقت الحي أبقى من الميت، واخد بالك؟ ما هو ما يبقاش موت وخراب ديار. بتلعب بابوك يا محمود، اتجننت خلاص. لابس كده وقران وعليه بتاع نسواني. كنت ماشي انت واصحابك المهندسين، لمحت البيت ماشي بتترجص، ركن عقبتوها، دفعت المزيد ونزلتوها في نفس الوقت، لا كلمه زياده ولا كلمه نقص. فاهم؟ ابو حق الجدعان، انا عايز عقاد نافع، هتسيبوا الحارة ولا لا؟ أنا شخصياً همشي. هي الجيوش العربية مش هتيجي؟ هاخدة ضامي، هي ضامي ضامي تحت أمرك. بس لا ما تعملوش حسابي، أنا مش هدفع من شقاي عوض لغيري. حلاوتك يا معلم يا اللي ضربت رمل على عينه في التكتكة. مسك الختام لهذه الحلقة الفنان الرائع الكبير الصديق صاحب المواهب المتعددة والأدوار الرائعة في كل مراحل عمره، فنان كبير محمود الجندي، منورنا يا أستاذ. الله يخليك، ميرسي جدا على تقديمك، وحمد لله على سلامة حضرتك. عرفت انك انت كان عندك دور برد شديد قوي. الحمد لله، ما انا نزلت بقى عشان شديد القوي. مفيش اشد من كده. ربنا يخليك يا استاذ محمود. وطبعا يعني على راسنا نجيب حضرتك في الجو الصخيد، انا نفسي مش عايز اجي يعني يعني انا يمكن مش سر ان اقول لك ان انا قاعد مترقب هذا اللقاء بقى لي كام سنه من يوم ما بدات انت البرنامج. يا سلام يا استاذ والله، وانا قاعد مترقبه، لان طبعا
قليل انك انت تستمتع في شغلك زي بالظبط في التمثيل في اللقاء. الله يخليك يا استاذ محمود، ده شهاده انا اعتز بيها. الله يخليك. وتعالى نخش سخنين على طول. يا ريت. ايه اللي بيحصل بما ان انت بقى يعني عملت فيلم رائع جدا جدا، ناجي العالي من اروع الادوار اللي انت عملتها من وجهه نظري. واديت كانت شخصيه مهمه لرسام كاريكاتير شهير مقاوم ضد النظام، ضد انا كلمت استاذ نور الشريف لما جه هنا. وتم حرب شعواء ضد هذا الفيلم. مظبوط. هنرجع له، بس قول لي ايه رايك في اللي بيحصل في شارلي ابدو بمناسبه كاريكاتير وكاريكاتير. اللي بيحصل ده رد فعل طبعا للحكايه من اساسها. تمام. الاساس بيقول اذا الايمان ضاع فلا امان، فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ده زي قصيدة الشاعر محمد اقبال حديث الروح الذي غنتها سيدة الغناء العربي ام كلثوم. بالظبط. ومن الشعراء دايما احنا بناخد الحكم دي. تمام. وبتبقى هي منهاج. يعني منهج. تمام. وبتنور لنا الطريق، بتوفر لنا التفكير. تمام. يعني احنا لو بصينا للجملة دي هنلاقي ان فعلا اهملنا التربية الدينية الصحيحة. تمام. واهملنا مراقبة اللي هم ضد الدين. تمام. فسبناهم توغلوا جوه الجهاز العصبي بتاع الامه العربيه كلها. تمام. مش مصر بس. تمام. توغلوا جوه الجهاز العصبي من خلال الشباب. وتعليمهم، والتعليم هو السلاح الاول لبناء الانسان. تمام. فبالتالي اذا كان الانسان انت هونت فيه بناه الاساسي، فبالتالي تنتظر منه او من حد عليه اي تاثير. غسل له دماغه. غسل له دماغه، وبالتالي بقى اداه في ايد اللي ضد الدين كله. تمام. فيعني الناس اللي بينفذوا ده اكيد لو هم حكموا عقلهم الحقيقي مش هعملوا كده. لكن هي التركيبه كلها ان الاساس عندنا محتاج الى اعاده ترميم. يعني استاذ محمود شايف ان كان رد الفعل اللي يحصل على رسوم مسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام او 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 حاجه من هذا النوع، شايف ان احنا كناس يعني ازاي نصدر صوره للاسلام الذكي السامح في مقابله رسوم بالشكل ده؟ بص يا دكتور، تحجرنا الحته المحرجه. لا انا عايز الحته المحرجه دي. انا مش كنت حر. لان بالظبط. برضو ايه، احنا كمصريين متعودين على حته الذوق حتى في طرح مشاكلنا. تمام. ان الانسان المخطئ ما بقدرش ايه او ما بحبش اقول انت مخطئ كده صراحه وشه يعني. والمخطئين اللي سببوه في ده او اللي عليهم الدور ده كتير، وناس قامات ولهم اماكنهم. تمام. الذين اخطاوا. تمام. زي مين كده؟ ما هو عشان كده انا مش هوجه وعشان هم عارفين نفسهم بقى. تمام. طب اللي هم في انهي مناصب او اللي هم المفروض يعملوا ايه وما عملوش؟ اللي هم المفروض يعملوا ايه؟ اللي هم المفروض عليهم حمايه الفكر الوسطي للدين الاسلامي. تمام. هم تجاهلوا الحكايه دي او تناسوها وانشغلوا في حاجات تانية يمكن. فسابوا المهمه الرئيسيه المطلوبه منهم. الى ان شغلوا بايه يا استاذ محمود؟ والله الله اعلم، انا مش شايف ان كان في حاجه تشغلهم اكتر من كده. لا كانوا بيحاربوا. ولا كانوا بيخططوا للسياسه. تمام. ولا كانوا بيخططوا اقتصاد. تمام. ده مهمتهم الرئيسيه هي دي. انت شو بتتكلم، ما خلينا نتكلم على المفتوح كده، بتتكلم على رجال الدين اللي هم كانوا المفروض رجال الدين في مؤسسه زي الازهر، رجال الدين ما هو ده المؤسسه المسؤوله عن وسطيه الاسلام من وجهه نظرنا يعني. والتعليم الاسلامي الصحيح عشان تمام. الناس تطلع مبنيه صح. تمام. احنا اتربينا واحنا صغيرين في الجيل اللي احنا كنا فيه. تمام. على تربية دينية واخلاقية عامة. تمام. كنت امشي في الشارع اي راجل كبير كان من حقه يوجهني. مش ابويا ولا قريبي. تمام. انما كان ممكن نقول له ونقول له يا عمي. ونقول له عمي. صح. فاحنا الحاجات دي كانت منين؟ من التربية الدينية اللي احنا واخدينها في المدارس وفي البيت. المنطقة دي اصبح في عدم اهتمام بيها او عدم تركيز عليها. من امتى يا استاذ محمود؟ تاريخيا كده. تاريخيا تقريبا دي من يعني من هقول لك من السبعينيات مثلا. ستينيات. لا من الستينيات. اوكي. من الستينيات، لان المنطقه دي البلد دخلت في منحدر كده. فالناس انشغلت فيه. منحدر نقل المجتمع من بعد الثوره. الى مجتمع انفتاحي. الى مجتمع ايه كسب، واللي مش هيعمل فلوس دلوقتي مش هيعمل فلوس. ده بعد 74 حضرتك بتقوله ده. ده بعد الانفتاح. بعد 73. بعد 73 اللي هو الانفتاح الاقتصادي اللي بعد، اللي هو اللي ما يعملش قرش دلوقتي مش هعمله بعدين. المنطقه دي دخلت الناس في حته تانية. في لقمه العيش والسعي لان هو ياكد بيته. لكن الناس المسؤوله عن التربيه الدينيه هل هم كمان اشتغلوا مع بقيه البشر زينا؟
فسابوا مهمتهم الرئيسيه. بقت حاله مجتمع عام يا استاذ محمود. اللي يعني عمرنا ما كنا بنسمع عن دروس خصوصيه، بقى في دروس خصوصيه. انا لسه شايف قريب جدا فيلم سواق الاتوبيس للراحل العظيم عاطف الطيب، وكيف تحولت بيوت اهل بورسعيد لعباره عن مخازن لتخزين السلع الاستهلاكيه، والولاد سايبين مدارسهم وبيتاجروا وبيعملوا في حاله بلد تحولت الى منطقه حره بيصب فيها كل الاشياء الوارده الاستهلاكيه، الصابون من البريحه واتقفلت مصانع. مش كده، هو ده هذا ما حدث يعني. هي دي الفتره اللي شغلت الناس عن التربيه الحقيقيه. حتى المدارس كانت وزاره التربيه والتعليم بقت وزاره التعليم بس من غير تربيه. من غير تربيه. يعني حتى شالوا لنا التتر اللي كان ايه ممكن يخلي المدرس عارف ان هو بيعمل ايه. المنطقه دي طبعا كانت اول بدايه او اول مسمار يندق في نعش السلوك التربيه والتعليم في مصر. سلوك الانسان المصري. سلوك الانسان المصري. تمام. يعني زمان كان في مثل بيقول الذوق ما خرجش من مصر. على حكايه عم حسن الذوق الله يرحمه. يا سلام. كان عند بوابه المتولي راجل عم حسن الذوق كان بيتدخل في كل مشاكل المنطقه وبيحلها. فلما زهق الحكايه زادت عليه قال لهم والله ما انا قاعد في الحته دي. انا هسيب مصر خالص. وهو خارج مات قبل ما يطلع من بوابه المتولي. فدفن هناك وطلع ايامها مثل ان الذوق ما خرجش من مصر. الله. فالذوق فعلا دي من الحكاوي القديمه بتاعتنا. يعني من حكايات التراث ان المصري ذوق بطبعه لانه تمام. وعملوا لنا الحكايه دي تاكيدا. فالذوق ده اختفى لان الاخلاق بقت بتبحث عن حاجات تانية. يعني الشاب الصغير بقى عايز يرتاح ولوش دعوه بالراجل الكبير اللي واقف جنبه في الاتوبيس. وده عمرها ما كانت بتحصل. عمرها ما كانت بتحصل. شوف ست او راجل كبير ده تروح. انا عندي الاهم ان انا اقوم. انا باكد اخلاق عندي وقدام الناس على الاقل يعني. فدي كانت قيمه موجوده عند الصغيرين. فطبعا دي انتفت ليه؟ لان هو اساسا بقى دماغه يمكن فيها مشاكل اكتر من الراجل الكبير دلوقتي. بيدور على الرزق ومش لاقي شغله وبيتخرج من الجامعه ويقعد على القهوه. 30 حاجه هو ماشي. فلسه هقوم للراجل الكبير وانا مالي وماله. استاذ محمود انت منين اصلا؟ بلدين. من ابو المطامير البحيره. بحيره. وحضرتك اشتغلت سنتين في مدرسه في 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 في, في مصنع نسيج. ايوه. ثم ده اثناء المعهد. ده اثناء المعهد وانت في معهد فنون مسرحيه. انا دخلت المعهد سينما مش فنون مسرحيه. معهد سينما. معهد دخلت سينما. معهد سينما. تمام. انا لما طلعت من ابو المطامير معهد علوم صنايع. وكان الهوايه طبعا طاغيه جدا. فكنت بدور على اي سكه اعرف اكمل بيها الحكايه دي انها الدراسه. تمام. عشان ادرس ما كانش فيه طبعا امكانيه ماديه عند ابويا الله يرحمه. ايه الله يرحمه احسن اليه. زي كل الاباط في هذا الزمن كان الناس كلها في هذا الوقت. يا جماعه لازم تبقوا عارفين ان الطبقه الوسطى المصريه دي كانت المجتمع كله. يعني كان الوزير عنده عربيه فيت او نصر 1300 ده اقصى شيء ممكن يتمناه يعني. مش كده؟ مظبوط. وكان بيبقى يعني ده الوزير. ده يعني صاحب صاحب مال. وبعدين يا استاذ وبعدين بعد ما اشتغلت في جيت القاهره بحثت في العباسيه كان في مصانع نسيج في العباسيه. اشتغلت في مصنع يعني عرضت على الراجل رحمه الله عليه موقفي. قلت له انا مقدم في معهد السينما وجاي ادرس وانا معهد علوم صنايع وكده وعايز اشتغل في المصنع عشان اصرف احنا. قال لي طيب لو نجحت تعالى لي وانا ايه اريحك هدي لك ورديه ليل بحيث تقضي محاضراتك وكده وتيجي لي باخر النهار. طب ممكن اقف عند الحته دي عشان اقول للناس شوفوا صاحب المصنع كان بيبص للسينما ازاي والفن ازاي. اتفضل يا استاذ محمود. الله ينور عليك. ملمح حقيقي مهم جدا. لان الراجل ده ايه دخله بيا؟ لا قريبي ولا خاف عليا ولا لي علاقه بيه. انما هم كان اهتمامهم بالحته دي واضح في التصرف ده. المهم رحت قدمت في المعهد والحمد لله ربنا وفقني ونجحت في القبول. فرحت له فعيني في ورديه بالليل. فبقيت اروح المعهد بالنهار وبعد الظهر بعد ما اخلص المعهد اروح على المصنع في العباسيه. الى ان فاتت السنه الاولانيه بحمد الله. وجبت تقدير فكانوا بيصرفوا مكافاه بتاعت الجهه جدا 8.5 والامتياز 12.5. تمام. فبقيت اخد المكافاه بتاعت الجهه جدا. تمام. وسبت المصنع. يعني ابويا الله يرحمه لما عرف الحكايه دي لما عرف ان انا كنت بشتغل في مصنع زعل مني جدا. لانه يعني قال لي ما كنتش هتعب لو انا زودت المصروف شويه. لانه هو كمان كان الله يرحمه كان صاحب هوايه وكان بيحب الفن لدرجه انه عمل اول سينما في ابو المطامير دي سنه 51.
مشاركه مع ما بيحكي لي بس بالراحه كده عشان انت بترجعنا لزمن جميل. يا جماعه يعني الفن جزء من مكونات هذا الشعب كان يعني زي ما الاستاذ محمود بيقول هو رجل بسيط زي كل اهالينا. ايه يهتم بانه يعمل سينما فابو المطامير؟ قول لي ايه الحكايه دي يا استاذ محمود؟ الحكايه يا سيدي هو كان موظف بسيط طبعا. وكان له ابن اخته اللي هو ابن عمتي. كان في القاهره وكان ايه بيشتغل في حكايه دور العرض في السينمات وكده. تمام. فلما جه جالنا زياره مره فبيسال على اقرب سينما هنا ايه بحكم اهتماماته يعني. فقلنا له هو في دمنهور او في كفر الدوار. تمام. اللي عايز يدخل سينما يروح دمنهور يروح كفر الدوار. تمام. فعرض على ابويا قال له ايه ما نعمل سينما هنا. قال له نعملها ازاي؟ مفيش كهرباء ومفيش بتاع. فقال له مش في مكنه طحين؟ قال له مكنه الطحين دي بيشحن عليها بطاريات. يعني طلع كهرباء ناخد منهم كهرباء. فراحوا للراجل صاحب مكنه الطحين الله يرحمه الحاج غريب وشاركوه قالوا له شاركنا جنب مكنه الطحين في حته ارض فاضيه. فقالوا ايه نعمل عليها سور كده وشويه دكك وشاشه دي. والناس تتفرج واوضه يتحط فيها المكنه مش عايزين اكتر من كده. فشاركوا هم الثلاثه ابويا والحاج غريب وقريب حضرتك اللي هو اشتغل. تمام. وجابوا اله العرض وكده وبدات السينما تشتغل. الوقت ده طبعا ده اللي شدني الحكايه. انا كانت السينما بالنسبه لي الناس كانت بتروح يا استاذ محمود وتتملي بس ما حدش بيدفع فلوس لانه عيب طبعا يدفع عم حسين فلوس ازاي يعني هو عاملها كده لل لا هو كان عاملها طبعا مشروع انما الناس بتيجي للاراء يعني اصحابه كده عيب ان فلان وعيلته جايين مش هياخد منه فلوس يعني يقولوا دفعوهم يعني فالمهم ابن عمتي ما كانش يدعم الحكايه دي بقى عايز يكسب الراجل عايز فلوس عايز فلوس المكنه اللي جاب. فالمهم المشروع ما عادش كتير يعني وفشل. انما ده كانت نقطه تحول في حياتي انا. ان انا كنت اروح غاوي اوضه المكنه كنت اقعد جنب المكنه عشان اشوف ميكانيزم الحكايه ماشي ازاي. ما هو الممثلين دول اللي على الشاشه مش هيطلعوا من ورا. فتعرف دول بيطلعوا ازاي فشغلتني الحكايه ميكانيزم الحكايه يعني. طب انت عارف يا استاذ محمود معلش هقطع حضرتك ان في فيلم شهير من اشهر افلام السينما العالميه اسمه سينما باراديسيو. باراديسيو ايوه طبعا شفته. هو 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 بيتكلم بطل الفيلم زي الاستاذ محمود كده الجندي كل هواياته بقى مخرج عظيم ومن قعدته جنب عامل السينما اللي بيغير الشريط. ايوه اتفضل. دي فعلا المرحله انا لما شفت الفيلم على فكره دليني ليه صديقنا الله يمسيه بالخير نور الشريف. طبعا. قال لي هو كان بنتكلم احنا ما ندردش مع بعض واحنا بنعمل نجد علي في بالي. فقال لي بقول لك ايه في السينما اللي قدامنا في فيلم انزل شوفه. شفته ببيروت. شفته ببيروت فالمهم الفتره دي خلتني اشوف بقى الحكايه. فارتبطت جدا بالفن. الفن والسينما. والفن والسينما. كويس. وكنت في فريق التمثيل بتاع المدرسه فكان ابويا كمان بيشجعني ان في الحفله يجي يقعد لي قدامه كده ويحسسني بقى بان انا بعمل حاجه عليها الايمان. هذا اب عظيم الله يرحمه ويحسن اليه. طبعا هو له الفضل الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني خليني تشبثت بالحكايه لانه لو بين لي اي تأفف خلاص. تمام. ده هو نفسه عامل سينما. بالظبط. تمام. دخلت المعهد وهو يعني عارف انك انت دخلت المعهد. انا دخلت فرح جدا. وزود لي طبعا المصروف حتى. قلت له انا باخد 8 جنيه ونص في الشهر دلوقتي وبتاع. قال لي ايه يعني كمله. وبدا يهتم بالحكايه وخاصه انه كان بيعرف النتائج ان انا ايه بنجح بدرجات كويسه. تمام. الى ان تخرجت من المعهد. فقابل 67 هتخرجنا 67. تمام. ودخلت الجيش. هي دي مرحله بقى مهمه جدا بقى مرحله الجيش يا استاذ محمود. دخلت الجيش كانت مرحله تكوين تانية بقى اللي هي ايه انت بتشقلب بحياتك كلها الى اتجاه يعني عكس عقارب الساعه. تمام. انت كنت ماشي في سكه وفجاه لقيت نفسك في اتجاه تاني وعليك دور تاني بتعمله ما انتش مؤهل له. الالتزام بالاوامر والفنان ده مش عايز يلتزم مش عايز يصحى بدري ومش عايز يعمل اي حاجه. وحتى في حياتك العاديه يعني. فكانت مرحله تانية خالص بقى قلبتني كياني. وبدات المساله تطول ومفيش امل في الخروج يعني حلمك اللي انت كنت بتحلم بيه طول الوقت المعهد وقبل المعهد مش هيتحقق. ان انت الناس طبعا يا جماعه للشباب الصغيرين اللي دخلوا سنه 67 المفروض انه بيقعد شويه وبيخرج فطبعا عشان كان في حرب الاستنزاف فمفيش اللي دخل 67 ما خرجش غير بعد 73 بعد نصر اكتوبر فقعدوا 6 سنين. بالظبط. انا بقول كويس ان كده بتفكر دايما بالقيم ايه او الدروس المستفاده. فانا برضه هخش معاك في الخط. اقول للشباب الصغيرين ان اللي خلاني وقفت على رجلي وعبرت المرحله دي الاصرار والايمان. تمام. الاصرار على الهدف والايمان بربنا سبحانه وتعالى ان ربنا معاك. تمام.
فالهدف ان احنا ننتصر ونرجع ارضنا. وفي نفس الوقت على المستوى الشخصي الفردي بقى ان انا عندي رغبه ان انا هبقى حاجه، فلازم افضل ورا الحته دي ما تسيبش حاجه تكسر. قعدت سنين، خمس سنين، سبع سنين، 10 سنين، انا هوصل وابقى فنان. بالظبط، ربنا هيوفقني ما دام انا عايز ده وما باذيش حد وكده. تمام. فاستمرت الحكايه، خرجت من الجيش بعد معاناه سبع سنين طبعا. كانت الصدمه الثالثه. الا وهي؟ الا وهي انك انت طلعت ما لقيتش حد بيطبطب عليك حتى، ويقول لك ايه تعالى انت قعدت سبع سنين محروم من حلمك. تعالى ايه خد فرصه زي اللي كانوا قاعدين بره. هذه مأساة على فكره يا استاذ محمود. مأساة كل الذين حاربوا في 73، ان نتاج الانتصار ذهبت لمن لا يستحق، والذين انتصروا زي الاستاذ محمود كده قعدوا في بيوتهم مش لاقيين اللي يشغلهم. يعني قول ايه، انا ما مسكتش بندقيه وموت ماشي، ما هو في الاخر مش كل الناس مسكت بندقيه، بس انت بتشتغل في الجيش. كل ما هو اللي بيعمل اكل للعساكر بيشتغل في الجيش. الله ينور عليك، اتفضل. خلصنا المده دي، المهم الغصه دي قدرت برضه بالصبر والرضا اتغلب عليهم، لان خلاص ده قضاء ربنا وقدره، مش هستنى. والحب ما بيتشحتش ولا تعاتب على حبيب. يعني ما تعاتبش حد تقول له ما تحبنيش ليه. والنبي تاني قلت ايه؟ الحب ما بتشحتش، ما بتشحتش وما فيش عتاب في من ال وما تعاتبش، ما تعاتبش الناس على عدم حبهم ليك. يا سلام. يعني لو واحد صرف معاك صرف ما فيهوش حب ما تعاتبوش، لان الحب ده يجي يا ماجيش، يجي يا ماجيش. الله. فبالتالي قلت ايه، يعني مش منتظر انا بقى، خلاص انت حاول بنفسك وربنا يوفقك. وبالفعل الحمد لله ان اخدت كام فرصه بينوا امكانيات. امتى يا استاذ اول فرصه حسيت انها عرفت الناس بمحمود الجندي؟ كان مسرحيه في مسرح الطليعه، خارج الاستاذ سمير عصفوري وتقريبا الاستاذ يسر الجندي. كان اسمها يا عنتر. يا عنتر طبعا. كنت انا بعمل دور شيبوب. وكان دور متعدد الامكانيات. شيبوب هو اخو صديق عنتر، او اخو عنتر اللي هو ماشي معاه، بس ده عنتر والتاني شيبوب اللي هو يعني ده البطل وده والتاني شبه الصعلوك. يعني الصعلوك اللي بيجد طرق ملتويه لتسليك مقاربه دون المواجهه بتاعت عنتر. كان ضد عنتر طول الوقت. تمام. هو شايف السكت بتاعته، عارف يحقق مطالبه ازاي. والتاني واقف صلب قدام المشاكل. فكانت مقابله جميله من يسر الجندي يمسيه بالخير انه يعمل المقابله دي. مين اللي كان عمل عنتر تفتكر؟ كان كان صديقنا الله يمسيه بالخير المرسي ابو العباس. مين؟ المرسي ابو العباس. المرسي ابو العباس. تمام. تمام. والمهم كان شيبوب بقى ده ايه، بيخش اول بيتقدم جوه اول حاجه في المسرحيه في لبس رقاصه. وبيقدم شو رقص عند حاكم القبيله يعني. او شيخ القبيله، وبيعمل شو كده، وبعدين بيكتشفوا ان هو شيبوب. وبنعرف ان هو ماجن. ويقدر يعمل كل حاجه. وبعدين مواجهته مع عنتر طول الوقت، ثم لما عنتر بياخده معاه الرحله بتاعته عشان يجيب النوق الالف. عشان مهر عامله. عنتر بيفقد وهو بيرجع مضيع اخوه، فبيرجع في حاله ماساويه تراجيديه عاليه جدا. فبيعمل مشهد في منتهى القوه، دراما. كان من المشاهد اللي الناس يعني بتستنى تتفرج عليها فيها. لدرجه ان في يوم من الايام الله يرحمه الاستاذ حسن الامام وقف وسط الصاله، وقف على الكرسي وبدا يسقف. الله. فده كان موقف ما انساهوش في حياتي، لفت نظر كل الناس يعني، لانه كان موقف صعب جدا. بص يا جماعه، بس تقدير الفن. شوفوا لما مخرج بقيمة حسن الإمام يقف لممثل صغير عمل مونولوج، فيقف يسقف له في المسرح. لا بص له على ان انا حسن الإمام وانت انت تجي لي، مفيش الجو ده. هو بيحترم الموهبة لانه هو نفسه موهوب. فأي موهوب بيحترم الموهبة، فلازم يقف ويسقف للأستاذ محمود الجندي. دي كانت قيمة الفنانين حقيقي في الوقت ده. وغير الاستاذ حسن الامام، عشان برضو الناس تاخد حقوقها، من الناس اللي اختاروني من هذا المسرح. واللي عملوا لي حاجات في التلفزيون كان الاستاذ محمد فاضل ومدام انعام محمد علي. من الناس اللي جم المسرح واتفرجوا عليا وخدوني التلفزيون. من الروايه دي. هذا العمل كان هو بقول التقديم محمود الجندي للجمهور المحترفين بقى اللي هم رواة المسرح ومحبين. بدا التلفزيون، عملت بابا عبده. الله. كان اول تقديم برضه في التلفزيون للناس. تعرف شكلي وتعرف اسمي طبعا. وتوالت بعد كده الاعمال في التلفزيون. استاذ محمود. ممكن ناخد فاصل
ونرجع لحضرتك في حكاويك الممتعة والجميلة اللي انا بص انا مستمتع استمتاع غير طبيعي استاذ محمود. واحنا عندنا ملفات كتيرة هنفتحها، ده عندنا قصص وسياسة وعمار الشريعي وغنى، وعندنا قصص مواويل كتيرة جدا جدا. فاصل، انا عارف انتوا هتستنوني عشان استاذ محمود الجندي، مش عشان انا، وانت حر. فرحت والله ان انا شفتك وطمنت عليك. وانا تايه عن حركاتك؟ طب بس بالراحه، واحده واحده، ولا انا كلامي دلوقتي بقى دمه تقيل؟ ايه في ايه؟ ما انا لازم افهم ايه اللي حصل بالتفصيل. استعجلش في الحديث يا ولدي. ايه خير موضوع ايه؟ الفساد يوم عن يوم بيزيد زي حوادث القطر، لا شفنا مسؤول اتحاسب ولا حد اتكسف على دمه ورحل. طبعا ما تسيبتش حاجه، كل شيء ماشي زي ما احنا عايزين بالظبط. استنى شويه، بلاش نسبق الاحداث دلوقتي. مش عرفك يا ولد انا هقول ايه؟ لحظه، ما بقاش فاهم حاجه. هي البلد دي ايه؟ الظلم خلاص ملوش اخر. طب ما تجيبني ايه؟ اقول لك هنعمل ايه؟ ما تستعجلوش، ما تعتمدوش على الناس بالفوات. صح كده. فاهم ان انا مش هعرف يعني. انت ناوي على ايه؟ انا لازم اتمسك اكتر بالقضيه. والله عاد وصلت خير. لازم يبقى معانا دليل. انت اول مره تطلب مني حاجه؟ ما تقلقش يا حبيبي. كده بقى الواحد يخاف على نفسه منك. وعشان الكلمتين دول انا لازم اتمسك بالقضيه اكتر. حاسها جمال يا رب. أول حكاية بس. رجعنا لكم مع النجم الكبير والحديث الممتع الأستاذ محمود الجندي. قول لي يا أستاذ، هل سر صداقتك بعمار الشريعي أن أنت صوتك حلو؟ لا الحقيقة ما كانش ده مفتاح اللقاء. إيه مفتاح اللقاء بقى؟ لأن أنا كل ما كنت أروح عند الأستاذ عمار الشريعي نلتقي هناك. رحمة الله عليه عمار. كان مفتاح اللقاء بيني وبينه اخوه الله يرحمه. كان زميلي في الجيش. و يعني انت تعرف عمار من زمان قوي كده؟ كان هو لسه بيشتغل في الشاليمار على الكورديون. على الكورديون. وكان مراد الله يرحمه كان زميلي في الجيش. تمام. وكان شخص شيق ممسكته في كلامه. وممتع. واتقابلنا في بين حبايب. تمام. الاجازه ننزل نتفق ان احنا نتقابل فيها في القاهره. تمام. نرتبط ببعض برضه، نقضي بقيه الاجازه سوا. ففي اجازه من الاجازات اما عرف ان انا بغني وكده، كنت انا بقى متولي الحكايه دي في الجيش. مع زمايلي. فقال لي ما تيجي، انا اخويا بيعزف مزيكا في الهرم وكده. يعزمنا في مره ورحنا. قلت له ماشي. فرحت معاه. فقابلنا عمار. فلقيت قيمه تانية خالص كمان. واحد كفيف. وخف الدم ما حصلتش. مذهله وعنده اصرار واقدام على الدنيا. اكتر من اي واحد فينا بكامل. فشدني جدا الشخصيه دي. فبقيت رحنا طبعا استمتعنا جدا في الليله بعد ما خلصنا قعدنا عنده وعزف و بقيت كل شويه اقرص على مراد ان احنا واحنا نازلين لازم نروح لعمار. فتعرفنا في الفتره دي. الى ان خلصت الجيش وخرجت، كان اول لقاء بينا في بابا عبده. هو بيعمل الالحان بتاع بابا عبده. تمام. واحنا بنغني ونسجل عنده في الاستوديو. فصارت العلاقه ايه اكتر شويه قربا يعني. وفضلت بقى مستمره لغايه لما بدات اعمل شركه انتاج، وانتجت اول فيلم ليا اللي هو يا استاذ اللي هو المرشد. المرشد. كان المرشد بدايه الانتاج. لما قلت لعمار، قلت له انا نفسي اعمل كذا. قال لي انت معاك فلوس؟ قلت له لا معيش.
يعني معايا حاجات بسيطة لكن عندي خبرة بان انا ازاي اعمل فيلم ازاي تدير على العملية الانتاجية تمام. قلت له يعني قرشين نبدأ بيهم وبعدين الموزع يجي يشتري الموضوع بعد اتفاق مع 2-3 من حبايبي تمام ممثلين اصدقاء ممكن يعني يعني يمضوا معايا مبدئيا لغاية لما نبيع وكده تمام. فقال لي والمزيكا فانا عرفت قلت له لا ما انت اللي هتتصرف فيها قال لي انا عارف طب يعني بتاخد رأيي يعني قلت له لا والله باخد رأيك يا عمار قال لي خلاص جو اون وفعلا شجعني وراح هو اللي طلب شريهان وقال لها محمود عايز يعمل كذا ومكسوف يكلمك وبتاع قالت له ازاي تحت امرك الله يديها الصحه الجميله شريهان ربنا يديها الصحه ونسمع عنها كل خير. وفاروق طبعا كان معايا فاروق الفيشاوي والحقيقه كتيبه من الممثلين وقفوا جنبي ما خدوش اللي ما خدش فلوس واللي جه خد قليل واللي جه ودفع وجاب وجبه زي سامي العدل مثلا اجبرته في يوم كان مفيش فلوس فقلت له الوجبه عليك قال لي وجبه مين؟ قلت له الناس اللي فقال لي كمان يعني انا مش واخد فلوس وهدفع قلت له يعني ده قال لي وجبه عادي انا مش هعمل كده فمن الناس اللي يعني يشكروا طبعا كتير الناس وقفت العلاقات دي يا استاذ محمود يعني فين؟ ما انا اقول لحضرتك حاجه يا دكتور اتفضل احنا تربينا في وقت كان في مثلا واحد زي محمد فوزي بياخد بنات حمدي ويديله ام كلثوم ويقول لها اللحن اللي انت عايزاه ده اللي هعمله لك مش كده هي طالبه منه هو طبعا قصه شهيره حب ايه اللي انت جاي تقول عليه يعني هذا التصرف احنا تربينا في جيل بيعمل كده في بعضه فكان لازم يبقى فيه بواقي طبيعي ده يبقى موجود يعني يبقى بواقي موجوده ولذلك انا دايما بقول ان عبد الناصر رحمه الله عليه كان حظه احلى من اللي احنا فيه دلوقتي ليه؟ لانه دخل في وقت كانت عنده الخامه او الارضيه بتاعت اخلاقيات الناس اخلاقيات الناس هايله لسه فكان كلامه له صدى وله ما يقول الكرامه وما يقول الناس عندها صدى ده يعني ايه انت بتتكلم في ايه؟ عارفين انما النهارده يا عيني لما بتتكلم الناس مهما كنت مسؤول وعايز تصلح انت بتتكلم حاجات متخرمه وتغيرت على مدار 40 سنه والسوبر ايجو او الانا الاعلى بتاع الناس كمان بقى غربال بقى بيسرب حاجات كتير ما بقاش فيه موانع فمبقاش فيه مصب بقيات المصريين اتغيرت فبقى سهل تاثر عليه باي اشياء فوقت اصعب الوقت طبعا ففي الفن وفي الاخلاقيات وفي الجنسيات وفي كل الحاجات بقى الفيلم نجح يا استاذ محمود؟ الحمد لله نجح على المستوى الجماهيري اهم حاجه المستوى الجماهيري بقى عشان حتى تعرف تلم فلوسك لاني عملت كانت تجربه كان اول مره شحات مبروك يشتغل في السينما ورحت جبته من دسوق لما شفت صورته في الجورنال واخد بطولة العالم في كمال الاجسام لا بجد؟ يعني انت اللي جبت الشحات مبروك اول فيلم له وجبته قعدته هنا في اوتيل في وسط البلد عشان اخده كل يوم معايا عشان يتعود على الناس اللي كان مكسوف جدا يتعود على الممثلين وعلى الاستوديو وكده قعد معايا مده قبل الفيلم وكان طب انت يعني بس عايز افهم يا جماعه والله الاستاذ محمود النهارده بيقول لنا دروس يعني هو راجل بينتج جايب بطل عمره في حياته ما مثل من مجرد صوره في الجورنال، ايه اللي لفت نظرك فيه غير جسمه؟ اولا انا كنت بعمل فيلم عن الحريه برضه انت حر يعني ايه القيمه؟ انهي الاهم السلطه ولا القوه؟ يعني كان ولد مرشد الضابط عامل عليه سطوه والولد عايز يبعد عن الوظيفه دي المهنه دي والضابط كاتم على نفسه المرشد ده اللي هو بيرشد عن الحاجات ويرشد عن ايوه وكان في قصيده بدل شكل السياب رحمه الله عليه اللي هي المخبر بدايتها بتقول انا الحقير انا الدنيء كانت دي شخصيه الولد احساسه بنفسه انه بيضرب في بدر شاكر السياب شاعر عراقي شهير وهو قصيده اسمها المغبر انا الحقير انا الدنيء لان هو دايما عنده وشايات عن مجرمين اخرين عشان الضابط يسيبهم فيبقى ده المرشد يعني ايوه فبيضرب في الظهر فما فيهاش شجاعه فكان ده مفتاح شخصيه الولد بقى انه عايز يفوق من الحكايه دي مش قادر والضابط كاتم على نفسه فحب يهزمه هو له اخوه بيلعب مصارعه فحب يجيب له حد يهزم اخوه ده لان هو مش قادر على الظابط نفسه ما يقدرش يعمل معاه حاجه تمام فكان لازم حد يبقى جسم ومبني بونص كويس تمام ففي الممثلين بتوعنا ما فيش حد خالص بيهتم بالحكايه دي خالص مش زي بره يعني مش زي بره طبعا فكان لازم حد ذو صفات خاصه يعني تمام فعشان كده فكرنا في في الشحات مبروك وجه الشحات مبروك وكان ظهوره بياخد سوكسيه تسقيف في السينما
اول ما بيعمل ايديه كده وبيشوف العضلات زي سيفن زي رامبو زي روكي وديفز والعالم دول اوكي. فكانت بدايه جميله فالفيلم عمل شعبيه كويسه والحمد لله يعني هي غطت تكاليفه يعني. انما التجربه نفسها طبعا بينتني حاجات كتير جوه التعامل بقى الشخصي بينك وبين الناس. يعني عرفت ناس على حقيقتهم وعرفت ناس كويسين وعرفت ناس ما كنتش متصور انه واحد زي المعلم رضا الله يرحمه لما بيجي بقول له معلم هتاخد ايه؟ قال يا ابني ده فرح ابني ما جيش انقط. شفت ولاد البلد وكلامهم. المعلم رضا طبعا محمد رضا الفنان العظيم 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 بيقول له تاخد اجرك كام؟ قال له ده فرح ابني لازم اجي انقط. يا سلام. فده استكمالا لاخلاقيات الناس كانت مع بعض. طبعا شريهان الله يديها الصحه كانت مش لحس ان انا مزنوق مثلا في قسط دفع والموزع اتاخر عليا. كانت تاخدني البيت تجيب لي فلوس من البيت بتاعتها مش هي مش اجرها. فلوس ثانيه تقول لي قبض الناس وبعدين احنا نتفاهم مع بعض. كده عمار لما كنت مثلا ايه اجي في مره قال لي طب الموسيقيين طب انا مش هاخد فلوس طب الناس اللي بتيجي تعزف دي بلاش الاستوديو. قلت له ماشي يا عم. فبدات اجيب له ايه فلوس فقال لي الوسط الجاي ان شاء الله سندوتشات بقى شكلها كده لان على قد انا بديك على قد. فالمهم الناس دي ادوني احساس قد ايه ان التلاحم ويعني ايه ناس وقفت جنبك وحسيت ان ده. بس انت يا استاذ محمود انت جدع والناس معروف في الوسط الفني ان انت ابن بلد الحمد لله. فالناس بتتعامل برضو معاك ابن بلد بالظبط. فانت اكيد هذه المواقف زي ما بيقولوا داين تو داين يعني الحمد لله. الحمد لله. انتجت تاني ولا ده كان فيلم الوحيد؟ لا انتجتش بعد كده بقى سينما لان الحرب اللي انا شفتها بعد الفيلم ما خلص كمان في دار العرض. منتج يبعت لك ناس يعملوا خناقه عشان الشباك ما يشتغلش قدام السينما. علشان عايز ينزل بفيلم بعديك وانت فانت مش عايز تستمر عايز فيلم يتشال. الفيلم يتشال. فحاجات من هذا النوع بقى. حرب تانية بقى وانا اقف اولول في وسط السينما واقول لهم يا جماعه انا ببدا وقفوا جنبي. طب سيبوني اخد فرصه ما الناس بتاع افلامها ب 17 اسبوع في السينما بيشتروا كده جت عليا انا بيشتروا تذاكر عشان بيشتروا تذاكر عشان بس عشان الناس تبقى فاهمه اي سينما اذا ما جابش الفيلم ايراد معين بيتشال منها. فبعض الاحيان يلجا المنتج ان لو السينما المفروض تجيب 1000 جنيه جابت 500 هو بيشتري بال 500 عشان الفيلم يكمل اسمها كده بيشتري يعني. وخاصه لو كنت داخل على موسم بقى اجازات او اعياد او كده فعايزك تشيله قبل الموسم. عايزك تشيله قبل الموسم. فاتحايل عليهم يعني طب سيبوني كمان بس اقضي الموسم ده. يعني الفيلم يجيب تكاليفه كده. فدي انواع من انواع الحروب التانيه اللي انا قررت ان انت مش حنتك اللي انا ايه مش بتاعها. يعني انا تركيبتي مش بتاع ده. انا راجل بحب الفن وحب وهاوي وكنت عايز اعمل خط كل افلامي كنت عامل تخطيط انها تبقى بتناقش قضيه حريه الانسان دي. ده انت اختيارك اصلا لقصيده بدر شاكر السياب ويعني فهم مختلف للانتاج اصلا. طب قول لي يا استاذ محمود تجربة ناجي العالي لانها تجربة مهمة جدا. استاذ نور الشريف لما كان معانا خدنا قسط كبير من الوقت في تجربة ناجي العالي وازاي فيلم يتحول الى ازمة ويتحول صانعيه او صانعوه عشان نتكلم اللغة العربية يتحول صانعوه الى اعداء لبلد بالكامل وحكومة بالكامل وجرايد تكتب وتشتم هو الاستاذ نور اولا كلمك عن الحكاية ولا ما اتكلمش فيها؟ لا اتكلم حكاية بس يعني انا بس اعمل وجهة نظر حضرتك. قال السبب؟ قال السبب في الحرب اللي اتعملت على الفيلم؟ لا ما قالكش؟ لا اتفضل. طيب يعني اللي وصلني علشان هو ما يصدق كذا ان انا اخدت الكلام ده منه. لا لا اتفضل. يعني احنا لما كان الفيلم بيتعمل طبعا نور الله يمسيه بالخير لما كلمني كان هو بيروت. وبيكلمني بيقول لي في دور معايا في الفيلم احنا مسافر بيروت. وفي دور معايا في فيلم تصويره 3 ايام. بس دور مهم جدا وانا شايف ان انت تعمل ده. دور رائع. فقلت له ايه؟ قلت له بلايند انا معاك يعني. من غير ما قال لي بعت لك الورق قلت له من غير ورق انا هاجي اصور على طول. بس قول لي البس ايه؟ اجيب معايا هدوم ايه من هنا؟ فرحت فعلا ولما عرفت الدور جننت بيه اكتر. وكان كل يوم ايه اخبار بتنزل في الجرايد بيروت تصحو على انفجارات ناجي العالي متابعه لاخبار الفيلم وهو بيصور. ومش عارف مين سافر ناجي العالي بس للناس ما تعرفش رسام كاريكاتير شهير جدا جدا كان ضد الانظمه العربيه وله شخصيه مشهوره شخصيه حنظله. ايوه اللي كانت طول الوقت حنظله ده بيمثل العربي اللي ضد القمع وضد الديكتاتوريه فكان مقلق
لكل الأنظمة العربية الدكتاتورية في ذات الوقت، واللي طبعا لغاية دلوقتي ما زالت دكتاتورية. مظبوط. فكان شخصية مهمة جدا يعني. المهم ان انا ايه عملت الفيلم، صورت، وكانت احلى رحلة في حياتي استمتعت بيها. بلقاء قريب بقى من نور ومن عاطف الله يرحمه ومن عاطف الطيب المخرج كمان، عاطف الطيب الله يرحمه، والدكتور محسن مدير التصوير. دكتور محسن نصر؟ لا، محسن احمد. محسن احمد ومجموعه العاملين في الفيلم. تمام. كانت رحله جميله جدا وممتعه جدا، لان احنا بنعمل حاجات غير تقليديه وشغل ضرب بقى ومفجرات وحاجات وكده. تمام. وبعدين المجاميع الرهيبه اللي كانت معموله في الاجتياح. المهم خلصنا الفيلم ورجعنا قبل الفيلم ما يتعرض، كان المفروض يتعرض في افتتاح مهرجان. كان بيتكلم عن الاجتياح سنة 82 كده، اجتياح بيروت سنة 82. ايوه تمام. قبل الفيلم يتعرض في مهرجان فوجئنا بان فيه عدم رضا عن ان الفيلم ينزل. تمام. انا طبعا كنت بعيد عن الحكاية، معرفش اسباب ايه، مش عارف التفاصيل. مش عارف التفاصيل. تمام. لغاية لما الفيلم اتعرض فيه افتتاح المهرجان. كويس. اتعرض في افتتاح المهرجان من هنا طبعا الناس لقيت، انا ما رحتش، ما كنتش في الافتتاح. كنت انا بصور في السويس. وما جيتش، فلقيت تليفونات رهيبه بقى، الناس بتدور عليا وبتاع عشان يهنوني بالدور وبالفيلم الجامد اللي معمول. ما فيش يومين ثلاثه ولقيت اخبار اليوم صفحه الاولى، استاذ ابراهيم سعده كاتب مواجهه وكاتب اتهام صريح للناس اللي اشتغلوا في الفيلم ان دول ضد مصر وضد العرب، ويصل الامر الى خيانه يعني. فالجنين ايه ده؟ ليه؟ ده الجنين ده كان هو اللي بيطبل لنا. فسالت، كلمته، قلت له هي دي دعايه الفيلم؟ قال لي دعايه ايه؟ دعايه هشتم نفسي؟ قلت له امال ايه؟ ده انت اللي عرفتني بالناس دول وقلت لي كذا. فقال لي لا، المساله فيها ايه؟ لعبه اكبر مننا. ده نور. قال لي لما ايه؟ هتكتمل هبقى اقول لك تفاصيلها عشان تبقى ايه؟ خدت خبره يعني. تمام. المهم هقول لك الحادثه على مسؤوليه الراوي يعني. طبعا. عرفت بعد كده ان كانت المساله حرب سياسيه او حرب كراسي موسيقيه ما بين الله يرحمه ياسر عرفات، استشار الرئيس الباز. دكتور اسامه الباز. الدكتور اسامه الباز. وما بين زكريا عزم. كانت حرب جوه الديوان، جوه الكواليس بتاعت كواليس الرئاسه. فلما الرئيس سمع من المقاومه اعتراض على ان انتوا ازاي بتعملوا فيلم ضد المقاومه وانتوا واقفين معانا وكده، فبعت دكتور اسامه يشوف الفيلم ويقول له ويدي تقرير. ويدي تقرير ويقول له في حاجه ولا ما فيهوش حاجه. فالدكتور اسامه راح شاف الفيلم، لا ما فيهوش حاجه ضد المقاومه خالص. فكلم الرئيس وقال له ما فيهوش حاجه. فقال يعبدوه. فبعد ما اتعرض فبدات الحرب بشناعه ضد الفيلم علشان اسامه الباز يبقى هو السبب في الازمه دي. فكانت اللعبه اكبر مننا كلنا يعني. لا انا استاذ نور ما اتكلمش، هو ما بيقولش في التفاصيل. يمكن ايه لا بس دي تفاصيل مهمه، انما دي الاسرار اللي انا عرفتها من كواليس الحكايه يعني. فكانت اللعبه كانت، وكان مبرر انك تقتنع بان الناس دي تعمل اكتر من كده كمان. ده قال الاستاذ نور الشريف، قال لي ما معناه ان هم طلبوا من فنانين يكتبوا في الاخبار ادانه للفيلم ونور الشريف، ورفض الاستاذ يحيى الفخراني والاستاذ محمود ياسين، انا فاكر الاسمين كويس جدا، رفضوا يكتبوا هذه الادانه. والحقيقه يعني ما اشبه الليله بالبارحه لما يبقى، على فكره تم اغتيال ناجي العلي. يعني تم اغتيال رسام كاريكاتير، حكومات كامله خايفه من حنظله ومن الم ومن رسمه جوه جورنان. ايوه. النهارده بيحرقوا جورنان عشان عمل رسمه عشان هم يركبوا الموجه، مش عشان مش خايفين على الرسول عليه الصلاه والسلام. لا طبعا. لانه محمي، هو مش حزنانين على ده قد ما هم بيركبوا الموجه وبيستغلوها علشان يعملوا بيها حاجه. فحورب الفيلم من هذه المنطقه واتشال من السينمات بعد اسبوع او تقريبا. لكن انتهى كل الهجوم وظل ناجي العلي الوثيقة موجود. بالظبط، انك انت كل الناس ما بتتفرج عليه الناس بتستمتع بيه وبتفرح. وانتهى كل الهجوم وانتهى كل الاشياء. انا استاذ نور الشريف ما كان عندي هنا الحقيقة
وجه سؤال للاستاذ ابراهيم سعده. قال لي انا نفسي لغايه دلوقتي تديني تفسير ان تغتال فنان لانك تملك منظومه اعلاميه، نفسي تديني تفسير. ما هو هو استاذ نور اسو زكي عارف ان الاجابه هتبقى مش معلنه. ما طبعا طبعا يعني لا هو هو يعني سؤال يعلم اجابته. سؤال يعلم اجابته. وهو ده من الذوق بتاعنا برضو اللي احنا متربيين عليه. يعني من الاخلاق ان هو ما هاجمش بنفس السلاح بنفس السلاح. يعني هو هاجم بذوق او بمعنى اصح انه يشاور بس على الخطا. يعني ناجي العلي، انتهينا من ناجي العلي ثم دخلنا في مرحله الفيديو. قول لي بقى مسلسلاتك الرائعه اللي اعطينا قول لي غير بابا عبده بقى وخلاص. ده كانت البداية. لكن قول لي التسلسل بقى بتاعت مسلسلات الفيديو العظيمة اللي عملتها استاذ محمود، دخولك كل بيوت المصريين عن طريق الفيديو. الفيديو بقى برضو عشان احنا بما انك انت فتح لنا بوابة الدروس المستفادة. فخلينا ايه عشان نقول برضو ملامح من ازاي نستفيد من الرحلة دي. اتفضل يا استاذ. احنا بدأنا بهواية وبحب لانه جهاز بينشأ، وبدانا كنا بنشتغل في الابيض واسود. ايوه. ب 8 جنيه و4 جنيه في الحلقه. تمام. واحنا في المعهد، وبعدين بقى ب 12 جنيه. تمام. وبعد يعني بدانا بالحكايه ايه؟ ما احناش باصين للمكسب المادي. فكان بنصحى بدري والمخرج بنروح نلاقيه مجهز شغله. فكانت المنظومه كلها على بعضها متكامله. تمام. بدات الحكايه يدخل فيها الفلوس. ويدخل فيها تعدد القنوات. واذا انت مش هتشتريني هبيع نفسي لفلان. مش هتدفع كده يا فلان هيدفع كده. فبقت الحكايه سلعه. ومجرد التجاره ما دخلت بوظت ايه المنظومة. الفن نفسه بقى. تمام. وبقيت انت بمادتك ملك الاعلان. اذا المعلن ما كانش عاجبه الموضوع بتاعك او مش عاجبه البطل بتاعك مش هيعلن عندك. تمام. فبقى مش هاخدك ومش عايزك. تمام. فبقى المعلن والسلعه هي المتحكمه في نوع الفن اللي بتقدم. تمام. ده بيتحول الفن الى سلعه زي الكتاب ما بيتحول لسلعه زي اللي بيبيع اكتر، اللي بيبيع مش مهم القيمه. بالظبط. لكن المهم مين اللي بيبيع. يعني ممكن لو كتاب تحط لي عليه صوره عريانه هيوزع، لكن جوه فيه ايه؟ خراب. كنا بنناقش امبارح استاذ محمود بمناسبه يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله قصه البيست سيلر. يقول لك ده اكتر كتاب بيبيع، مش مهم هو جواه ايه. ايوه. المهم ان هو بسوقه ازاي وببيعه ازاي. فده دخل في المسلسلات. تمام. فاحنا خربنا. الناس اللي كانت داخله على القيمه الاولانيه والتربيه الفنيه الصح والهوايه والحب للعمليه. انا بدور على الدور اللي يستفزني انا كممثل عشان اعمله. ولما بلاقي الدور بقعد انكش فيه مع المؤلف مع المخرج لغايه ما الاقي الحته اعرف افلفص منها اطلع حته خاصه بيا. فكانت محاولات يعني بتسري العمل. تحول الموضوع الى هاخد كام وهبيعه بكام. تمام. يعني الممثل ده بكام. تمام. وهو هياخد كام. تمام. فمن ساعه ما دخل دي فبقى الممثلين زينا احنا بقينا قطع اكسسوار بيتكمل بيها الفيلم او المسلسل. فقط. مش مهم تاخد كام يعني ايه. ولا فعلى قد الفلوس اللي انت بتاخدها لنا تاخد قليل لان النجم واخد كل واخد نص الميزانيه وانت ما وصلتش الى الايه الحته اللي انت هتبيع بيك. لكن انت ممثل كويس واحنا معترفين بممثل كويس. ولما اجيبك تعمل معايا الدور ده اربع خمس مشاهد مثلا او كده هتشيلهم. والمشاهد انت فيها هتبقى عاليه طبعا. لكن ايه ماليش دعوه لا غنى عنك لكن في المنطقه دي. ولكن في المنطقه دي. فبدانا يعني الجيل ده بقى بايديه وسنانه وضوافره يتشبث انه يبقى موجود. طبعا. فكنا بنضطر نقبل او انا يعني بالتحديد كنت بضطر اقبل حاجات علشان استمر في عشان الحياه تستمر كمان وانا مطلوب مني فلوس. فطلع قانون بقى انا عملته بيني وبين نفسي انه تقبض رخيص تعيش رخيص وتتعامل برخص. يا سلام. يعني فعلا احنا كنا بنتنازل وبناخد. سببت في ايه الحكايه دي بقى؟ ان انا بقيت انت بتاخد قد 10 قروش هتتعامل على قد ال 10 قروش في كل حاجه. في مواعيدك، في الاوضه اللي هتقعد فيها. في الاهتمام بان لو اتغير البرنامج يكلموك بدري. يعني في حاجات صغيره تانية. كده بس في الاخر بتدي مدلول على قيمتك. على قيمتك. تمام. ف يعني وصل الامر ان يبقى فيه اكتر من كده كمان مهانه بقى. انك انت ممكن يجي هو يلاقي دور انت طلبت 10 قروش والدور ده ممكن يعمله واحد ب 8 بعد ما يتفق معاك. يجيبه ب 8 ويمشيك انت باي عذر.
لانه لقى فرصه انه يوفر انه هيوفر هنا. ده تقال يا استاذ محمود ايام المنتج المنفذ اللي هو كان بتاخد ياخد 4 مليون عايز يصرف 2 ويوفر 2. متهيألي ده كانت اسوأ فتره من فترات الفيديو المنتج المنفذ. لا ده استمرت لغايه دلوقتي حتى المنتج العادي. طب ما هو منفذ لنفسه وعايز يكسب من نفسه كمان. يعني هو بدل ما يصرف على المسلسل 10 قروش لو بقوا 8 يبقى كويس. انما ايه انا مش بقول ده بقى بشكل عام. بقول ده على الناس اللي دخلوا التجاره. انا فاهم. لا طبعا ما فيش تعميم في اي حاجه. ده لما هتلاقي منتج كده وهتلاقي منتج كده وهتلاقي مخرج مقاولات وداود عبد السيد مثلا قول لي قدرات غير عاديه. قدرات غير عاديه. قول لي بقى يعني بعد كام سعادتك سنة بعودتك للسينما مع الاستاذ داود عبد السيد. لا هي سعادتي كانت بعد حاجه 40 سنه اكتر من 45 سنه ان انا اشتغل مع واحد دفعتي. استاذ داود عبد دفعتك؟ الله. فعلي بدر خان وداود وخيري بشارة وكريم ضياء الدين ودول دفعتني. ما اشتغلتش مع حد فيهم يعني يعني علي ما اشتغلتش معاه. خيري ما اشتغلتش معاه غير فيلم. علي ما اشتغلتش معاه؟ لا. غير في شفيع متولي. شفيع متولي طبعا. انا قاعد اقول انا يمكن انا اللي انا شفيع. شفيع متولي كمان كانت اللي مرشحاني مدام سعاد الله يرحمها. تمام. يعني هي اللي اصالت عليا. فبعد 45 سنه بتعمل قدرات غير عاديه. بعمل قدرات غير عاديه. ففرحت جدا طبعا لما قالوا لي داود. فقلت له يعني انا حاسس ان احنا ايه هنرجع صغيرين تاني. انا حاسسني دلوقتي واحنا داخلين في المعهد اول سنه واحنا قصاد بعض وكده فيبقى وده اللي حصل فعلا. كان اللوكيشن شبابي لان كان كمان مهندس ديكور انسي ابو سيف دفعتنا برده. فكنا حاسين ان احنا في لسه تلامذه يعني. ده كانت فرحتي بالفيلم. وطبعا من غير تفكير يعني انا واثق في قدرات طبعا داود. قدرات داود الغير عاديه. الغير عاديه. استاذ محمود. ايوه. انا عايز اقول لك ان القعده معاك ما تشبعش منها. وانا كنت اتمنى اكمل معاك للصبح. الله يخليك. الجمهور على فكره كمان عنده استعداد لان انت ما زلت شابا وحواراتك وحكاياتك جميله وممتعه ومليئه بالتفاصيل اللي تدل على ان انت مركز جدا. واديتنا النهارده جرعه جميله من زمن جميل. انا مع ان الكلمه دي دايما كنت بتستفزني الزمن الجميل الزمن بس واقع الامر ان الزمن ده زمن جميل. صحيح. يا رب نتمنى ان يجي احسن منه ان شاء الله عشان قدر البلد دي. ان شاء الله. نورتني يا استاذ محمود. انا متفائل جدا. متفائل ان اللي جاي احسن وبكره احسن من النهارده زي ما قال الاستاذ صلاح. وان احنا ان شاء الله اولادنا او احفادنا هيشوفوا مصر على حقيقتها في الفتره اللي جايه. يا رب ان شاء الله. استاذ محمود شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ومسك الختام لحلقه النهارده. الله يخليك. تصبحوا على خير يا جماعه. انا عارف انتوا استمتعتوا بالاستاذ محمود الجندي ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده وانت حر.